بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. انه الاثنين العظيم، الحلقه اللي بتغسلنا من جوه، الحلقه اللي فيها تفاصيل فنيه زي ما حضراتكم متعودين معانا كل اثنين. هذا البرنامج مخصص للحديث عن كره القدم ومتعه كره القدم وفنونها، والاثنين العظيم مع ملوك التحليل النهارده عمر عبد الله واحمد عز مشرفنا ومنورنا، والهاشتاج بتاعنا عز وعمر في جمهور التالتة. وكمان هيكون ضيفي وضيف حضراتكم كابتن أمير عبد الحميد، والنهارده هنشتغل تحليل برضو فني لأداء حراس المرمى لأول مرة، نشوف حراس المرمى وتعاملاتهم المختلفة، نشوف الشناوي في الأولمبياد وفي الدوري المصري مع الكابتن أمير عبد الحميد إن شاء الله في خلال حلقة النهاردة من الاثنين العظيم. إنه يوم المتعة المعتادة، عندنا الجمعة وعندنا الاثنين، وكل واحد فيهم تفاصيل فنية كروية ممتعة على قد ما بنقدر. الحقيقة بنحاول ان احنا نوفي بطلبات حضراتكم ونوصل اكبر قدر ممكن من الكلام اللي دايما بنأكد عليه، ان الكورة علشان المتعة والرياضة علشان الفرحة. وزي ما بيبقى فيه اوقات بيبقى فيها انكسارات، وفي اوقات انت ما بتبقاش مبسوط فيها، في اوقات تانية بتبقى حلوة تعدي عليك يبقى فيها انتصارات زي النهاردة. يعني النهاردة يوم عظيم، مش بس عشان هو الاثنين العظيم، ولكنه لانه من بدايته حلو. المنافسات بتاعتنا النهاردة ما شاء الله حاجة تفرح. اولى فرحتنا في الاولمبياد في هذا اليوم، فعلا هو يوم بالنسبة لنا كبير جدا. مصر بتفوز بميداليتين برونزيتين عن طريق التايكوندو. الباب الكبير اللي وصلنا النهاردة ليه الميداليات هو التايكوندو. هداية ملاك ربنا كرمنا بيها، هي هداية وهي ملاك وهي ما شاء الله عليها، ربنا يحميها ويحفظها. وسيف عيسى حاجة جميلة، وشباب مصر دايما اللي احنا واثقين فيه. هنطول بالنا وإن شاء الله بإذن الله الفرحة جاية. والشباب الحلو ده على قد ما بيجتهد وعلى قد ما بيتعب، النهاردة مثلا خليني أقول لكم إن منافساتنا كانت في سلاح الشيش كانت عظيمة جدا. هتكلم على سلاح الشيش بس خليني أبارك مرة تانية وتالتة لهداية ملاك ولسيف عيسى لانتصاراتهم النهاردة في التايكوندو، لأنه إحنا الحقيقة دي أول ميداليات بنفوز فيها أو بيها في هذه النسخة من الأولمبياد. وكان الأمر واضح وصريح برضو، الناس يعني الآن الناس مش مبسوطة، وده طبيعي. أي حد بيحب البلد دي، أي حد بيحب الرياضة بشكل عام، وأي حد ينتمي إلى هذه البلد عايز يشوفها في أفضل حال، عايز يشوف ولادها وأبطالها. لأن إحنا للأمانة ناس عندنا كوادر، ناس عندنا جينات بتاعتنا جينات أبطال، بس احنا دايما بنتكلم انه احيانا الاستعداد، احيانا الظروف، احيانا الحاجات اللي شبه كده، انما اجمالا احنا جينات البطوله فينا، فبنبقى مبسوطين جدا جدا لان احنا عاطفيين، بنبقى مبسوطين علشان بنحقق ميداليات. خد بالك، رجل الشارع العادي وجزء كبير منه وجزء كبير من الناس مش عارفين تفاصيل كتيرة في الألعاب المختلفة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني سلاح الشيش أنا بتفرج عليه الحقيقة أنا ما بفهموش، يعني أنا ما بفهمش قواعده وقوانينه، بحاول بس ما بفهمش قواعده وقوانينه. بس أنا مبسوط النهاردة، وأنا كنت بتابع محمد حمزة وأبو القاسم، علاء أبو القاسم، والاتنين حقيقة عملوا مجهود كبير. يعني محمد حمزة أطاح بالإيطالي كسارة، وأبو القاسم كان شغال كويس، وصلوا الاتنين لربع النهائي. دي حاجة عظيمة وحاجة محترمة. حمزة يتبني عليه كويس جدا إن شاء الله بإذن الله مستقبلا في مستقبل حلو. فاللي بقوله أنه النهاردة كان يوم حلو، النهاردة كان يوم من حقنا أن احنا نتبسط، ومن حقنا أن احنا نفرح بأولادنا، ومن حقنا أن احنا ندعمهم. والجزء الأهم بالنسبة لي حقيقة مش بس أن احنا نبارك للهداية والاتحاد التايكوندو والبعثة المنتخب والبعثة الأولمبية بالكامل والسيف عيسى، هو الأهم أن احنا نشد من أزر الشباب الصغير. محمد حمزة النهاردة خرج، يعني لازم نتكلم عنه، لازم نتكلم عنه، لازم الولد يحس انه ده لعيب مواليد 2000، لازم يحس بالاهتمام الاعلامي، لازم يحس انه الناس في مصر احنا شفناك كويس على فكره، واحنا عارفين ان انت كويس، علشان الاستعداد والجاهزيه. ولما يرجع ان شاء الله باذن الله نحافظ عليه ونشتغل عليه، علشان ده اللي يجيب لنا الميداليه اللي جايه في الشيش. هي دي هي 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 فكره انك تنجح وتصنع الابطال، هي بتبقى من كده، بالاهتمام، بالرعايه، بان الاعلام يقوم بدوره زي ما كل اتحاد من الاتحادات بتقوم بدورها، بالواجبات اللي احنا بنشوفها. لانه طالما احنا شايفين
بذره حلوه ونبته حلوه، وليه لا ما نساعدش، وليه لا ما ندعمش، هم فعلا محتاجين الدعم ده. فاحنا النهارده مبسوطين جدا جدا وسعداء بالميداليتين دول، وعندنا امل انه الميداليتين دول يضاف لهم كام ميداليه كمان. احنا طماعين في الحلو. انا معايا على التليفون مهندس شريف العريان الامين العام للجنة الأولمبية المصرية، وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي ومعايا على التليفون مهندس شريف العريان، بنعرض لكم لقطات من التتويج وتعليق الميدالية البرونزية على يعني راس نجمتنا هداية ملاك وفي عنق هداية ملاك. أنا معايا على التليفون مهندس شريف. يا باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الورد وألف مبروك، أو بعبارة أخرى صباح الفل. صباح الخير، وصباح الخير على جمهور مصر كله وشعب مصر كله. نتيجه اكثر من رائعه، والف الف مبروك، حاجه يعني اسعدتنا جدا امبارح، وان شاء الله المزيد قادم باذن الله بمشيئه الرحمن. وحابب اتكلم مع حضرتك في مشوار الوصول لكل منهما لهدايه وايضا لسيف عيسى، واستقبالكم انتم كبعثه اولمبيه لما حدث خلال اليوم، وهو يوم البشرة الحلوه واليوم اللي ادى فيه كمان باقي ابطالنا لقاءات طيبه على مستوى سلاح الشيش. الحقيقه زي ما حضرتك قلت نتائج رائعه، الوصول للميدالية شيء الحقيقه يعني مش سهل على الاطلاق، يعني مشوار كيف يمكن. احنا اتكلمنا امبارح او امبارح مع حضرتك وقلنا فرصنا هتبدا من اليوم اللي هو كان امبارح، قلنا الاقرب الى الميداليه هو سيف عيسى، قلنا ان هدايا بطله سابقه وبالتالي لا يمكن استبعاد فرصها، ولكن مشوارها اصعب من سيف، وفعلا مشوارها كان اصعب لان الهزيمه من بطله انجلترا المصنفه عالميا الحقيقه حتى هدايا في دور الثمانيه، حتى هدايا في موقف ان هو لازم اللعبة تصل الى النهائي، لان عدم وصولها الى النهائي معناه خروج. كانت بتلعب كمان بطله كوت ديفوار اعتقد، وبطله كوت ديفوار كانت قويه كمان، يعني كانت قويه جدا الحقيقه، وكانت مصنفه الثانيه على العالم، يعني الناس انت عارفه بطله كوت ديفوار مصنفه الثانيه ومتوقع انها هي اللي توصل بالنهائي، انما الحمد لله مفيش مجهود حد بيروح هباء ابدا. ربنا كرم ووصلت للنهائي اللي ادى فرصه لهدايا تمسكت بيها الحقيقه بشكل كبير جدا، وفازت بمباراتين، واحده منهم كانت سهله قوي والثانيه كانت صعبه جدا للوصول للبرونزيه. سيف الموقف كان مختلف، انما كنا عارفين من الاول، من اول ما اتعملت القرعه ان وصول سيف ليه قبل النهائي يعني مش هقول مضمون، لان مفيش حاجه مضمونه في الرياضه، انما هيكون طريقه اسهل بكتير، ثم هيقابل الروسي بطل العالم ومصنف الاول في نصف النهائي، ودي هتبقى مباراه صعبه جدا في الغالب مش هيعرف يعديها، وبالتالي هنلعب الطرديه الثالث لخامس. ده اللي حصل بالفعل، هو السيناريو بالظبط ده اللي حصل، والحمد لله ميداليتين يعني جمال ويستحقوهم الحقيقه، يستحقوهم البعثه المصريه. وحضرتك زي ما قلت برضه ما ننساش ان الشيش ابدا بلاء حسنا امبارح بشكل اكثر من رائع، يدينا الحقيقه برضو الامل في بطوله الفرق ان شاء الله اللي هتبدا كمان كام يوم، بان عندنا يعني اثنين وصل دور الثمانيه، يمكن الدوله الوحيده اللي وصلت باثنين لاعبين دور الثمانيه. ايوه فحاجه رائعه الحقيقه، نتيجه رائعه. طيب عظيم جدا. بسال حضرتك برضو على احنا اتفقنا انه ما فيش حاجه في الرياضه مضمونه، انما في متوقع الالعاب القوى، متوقع منها اهاب عبد الرحمن في الرمح يعمل حاجه ولا لا، وامتى تبقى العاب القوى، وامتى بقيه الميداليات المنتظره اللي احنا يعني بنقول ان شاء الله ربنا يعني يجبر بخاطرنا فيها. العاب القوى زي السباحه من العاب الرقميه الواضحه والصريحه جدا، فنقدر احنا يعني التوقع فيها اسهل حقيقه بكثير من العاب اخرى. ارقامنا في العاب القوه سواء كانت جله ولا رمح ولا جري ولا اي حاجه الحقيقه بتقول ان الدنيا مش سهله خالص، وصول الميداليات يعني صعب، مش هقول شبه مستحيل. ايهاب عبد الرحمن فقط هو اللي لو حقق ارقامه اللي كان بيحققها قبل الوقف وقبل ما رجوعه ثاني، وكان بيرمي 87 و83 صح كده؟ ما بين الارقام دي كان ممكن كان ممكن يبقى عنده فرصه منافسه، وحقق الارقام دي قبل كده، فبالتالي ما نستبعدش ابدا انه يقدر يحققها تاني، انما الارقام اللي حققها قبل السفر الحقيقه هو يعني تبعدنا شويه عن المنافسه الحقيقيه. اما بالنسبه للسباحه فحضرتك عارف موقفنا في السباحه، ارقام واضحه برضو، ما عندناش حد قادر على
مثلا احنا بنقول بس فرصنا يعني ضئيله شويه، وموجوده فقط في فريده عثمان في سباق ال 50 متر حره فقط لا غير، اذا قدرت انها توصل للنهائي وده مش سهل برضو خالص الحقيقه، اذا قدرت توصل مفيش كبير في النهائي، النهائي من الاول للثامن التصفيه دي يعني من الاول والثامن جزء من الثانيه توصل بس للنهائي ثم ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب صحيح تم صرف مكافآت فوريه لهدايا ملاك وسيف عيسى ولا الكلام ده مش حقيقي؟ لا فعلا المهندس هشام حطب اوريدي كان حاطط هذا التوقع في القرار الوزاري من قبل ما تسافر الحقيقه ان لابد من صرف مكافاه فوريه تستاهل الحقيقه عشان تبقى مش هقول مطمع بقى للكل انما تبقى يعني حافز حافز كبير للجميع ويبقى الواحد يعني لسه العرق ما نشفش وبياخد جايزته في الحاله يعني. $5,000 صح زي ما سمعنا كده مظبوط؟ مظبوط ده رقم كويس وان شاء الله باذن الله كمان يبقى عندنا نجاحات اكتر فيما هو قادم. بسال حضرتك في جزئيه ليها علاقه بفرقتين، فرقه الكوره هتلاعب استراليا ان شاء الله باذن الله يوم الاربع بتوقيتنا هنا في مصر، توقعات حضرتك ايه؟ يوم 8 اتفضل يا فندم اتفضل. يوم 28 هو اخر مباراه لمنتخبنا في دوري المجموعات الحقيقه، مطلوب منهم التركيز، احنا في مؤخره المجموعه حتى الان انما فرصنا الحمد لله لا زالت موجوده، كل المطلوب هو الفوز على استراليا، فوز على استراليا حقيقه يضمن لنا التاهل بنسبه 90%، في حاله فوزنا باكثر من هدف بنسبه 100%، فهم ما يبصوش لحاجه الحقيقه غير الفوز، الفوز يرجع الامل تاني ويوصلهم دور الثمانيه ويعيد حسابات المجموعه بشكل كبير. عندنا امل موجود. زعلت من الهزيمه من الارجنتين؟ اكيد طبعا زعلت من الهزيمه من الارجنتين، يمكن لو سالتني في اول قبل ما نلعب اقول لك اسبانيا والارجنتين هم الاقرب للوصول لدور الثمانيه، انما بعد هزيمه الارجنتين من استراليا وحتى مباراتنا معاها الحقيقه ما تخوفش بالشكل اللي احنا كنا مبالغين فيه الحقيقه، لا احنا كنا يعني مش محظوظين قوي في هذه المباراه، متحفظين بزياده شويه، انما لا زال الامل موجود، الفوز على استراليا هو المطلوب لاولادنا وان شاء الله قادرين على هذا باذن الله. موضوع المكافئات بس نسيت اقول حاجه، ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اعلن قبل السفر ان اللائحه الماليه اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه سوف تضاعف 50% في حاله تحقيق ميداليه، نتمنى ان ده يحصل فعلا لانه حافز برضه كبير لابطالنا. هو الرقم كام المفروض اللي اتضاعف اللي كان محطوط يعني في الميداليه بالنسبه للرقم؟ الرقم ده محطوط من سنه 2013 لائحه كان عملها الوزير السابق الدكتور عمرو فاروق وكان 1,000,000 جنيه للفائز من المركز الاول، 750,000 للمركز الثاني و 500,000 للمركز الثالث، والدكتور اشرف صبحي كان اعلن قبل حتى السفر الحقيقه ان هو هيضاعف 50% زياده في حاله تحقيق هذه الميداليات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله وتمنياتنا بالتوفيق، يوم حلو بالنسبه لنا رياضيا وطمعانين ان شاء الله باذن الله ايامنا الجايه كمان يكون فيها نتائج كويسه وطمعانين كمان في ميداليات اكتر ان شاء الله باذن الله يا باشمهندس. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان طوكيو تبقى وش تساعد علينا ونكسر حاجز الخمس ميداليات اللي هو اعلى حاجه جابتها مصر في تاريخها، يا رب كان اخرها في 2004. الحقيقه اولادنا قادرين وان شاء الله ان شاء الله نرجع منصورين من هنا باذن الله. اللهم امين. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا وصباحك زي الفل، ويا رب دايما بنتكلم واحنا سعداء ويا رب دايما بنتكلم واحنا مبسوطين. غريب برضو الشعب المصري ده في طبع، شوف هو يقول لك انا مش عاجبني وانا قلقان وانا خايف، وده طبيعي، مفيش واحد عايش في البلد دي وعايش على خير البلد دي وما بيعشقش تراب البلد دي وما بيحبهاش يشوف علمها بيرفرف في كل حته، بس كل واحد مننا بيبقى عنده الطريقة اللي بيحب بيها البلد بتاعته. طب بس قبل ما أقول الكلام ده، لأن أنا معايا على التليفون كابتن عبد الرحمن زوج بطلتنا المصرية اللي تألقت النهاردة هدايا ملاكة. كابتن عبد الرحمن أهلا وسهلا بيك،
مساء الفل والف مبروك، وعايز اعرف منك هل كنت تتوقع هذه الميداليه المهمه والكبيره بالنسبه لهدايا ملاك وبالنسبه لمصر اليوم ام لا؟ الحمد لله، الله يبارك في حضرتك كابتن ابراهيم. طبعا كنا نتوقع طبعا ميداليه ان شاء الله النهارده. كنا طمعانين في ذهب او فضه، بس يعني بالنظر للظروف اللي فاتت وكده، لا الحمد لله، لا يعني احسن ما فيش. احسن من ما فيش، بس احنا واثقين، كنا عارفين ان هدايا ان شاء الله باذن الله قدها وقدود. بس خليني اسالك فيما يتعلق بالتوقعات، وكان في كلام كتير انه هدايا غيرت وزنها وبالتالي ممكن تكون كانت بعيده عن التصنيف الفتره بتاعه المعايشه قبل الذهاب الى طوكيو، كانت عامله ازاي؟ وهي كانت بتتكلم معاك في ايه في التفاصيل اللي ليها علاقه بالمنافسات، وانت رجل رياضي ايضا يعني. والله الفترة بتاعت المعايشة هي سافرت انجلترا حوالي شهرين قبل الاولمبيكس. طبعا ده عمل لها مشاكل لان هم هناك درسوها كويس قوي، فاثر عليها في ماتش انجلترا مع البنت الانجليزية. درسوها كويس. جدا. يا ولاد اللذينة. بس هي استفادت طبعا، لان هي كانت محتاجة بدني، لان هي كان حصل لها زي ارتجاج كده في البطولة قبلها بشهر او حاجة، قعدت فترة كبيرة مش عارفة تتمرن. فاستعدت كويس هناك، وهي كانت خايفه من الماتش الاولاني، هو ده اللي كانت قلقانه منه، لان كان المدرب بتاعها هو المدرب بتاعها فيو، هو اللي ماسك البنت اللي هي كانت بتلعب معاها اول ماتش دي. بس ده الحمد لله. حظها يا عيني، يعني ايه صعب، جاي لها المدرب اللي كان لا، بيدربها، القرعه كانت صعبه جدا جدا وكمان يعني. جاي لها واحده كانوا اصلا وهي في فتره المعايشه كانوا شايفينها هي كمان بتتمرن ازاي، فمن نفس الجنسيه الانجليزيه، فكانوا مركزين معاها برضه يعني. يعني هي اول ماتشين عندها كان تعتبر كتاب مفتوح يعني. ورغم كده الحمد لله ربنا كرم. طيب مشاعرك بقى، الحمد لله. مشاعرك بقى وانت بتشوفها بتعلق البرونز، ومشاعرك وانت بتشوفها الاول، بس ايه، ياخدها معاك واحده واحده يا كابتن عبد الرحمن، معلش، واحده واحده. اول مره اعيط من الفرحه الصراحه. اول مره تعيط من الفرحه. طبعا. لان هي ما شاء الله عليها يعني السسبنس عندها عالي قوي يعني، تعش من الناس وتحس ان خلاص هيضيع، بس الحمد لله. مع الخسارة انت قلقت لما خسرت من بطلة انجلترا، لان هي كنا مضطرين لازم هي بطلة انجلترا تفوز على بطلة كوت ديفوار علشان احنا نخش الطردية. كان ماتش صعب. هي بقى لعبت ماتشين، الماتشين دول تحديدا انت كنت شايفهم ازاي وشايف صعوبتهم ازاي؟ ماتش كان سهل الاولاني، والتاني كان قدام بطلة امريكا كانش سهل خالص. والله هي يعني، لا انا كنت واثق فيها، هي طالما البنت الكرواتيه والبنت الانجليزيه بره الموضوع، يبقى كانت الحمد لله تقدر تكسب اي حد. ما شاء الله. اول مكالمه ما بينكم بعد ما فازت بالبرونز، قلت لها ايه واتكلمتوا في ايه فيما يتعلق بالفوز بهذه الميداليه الغاليه اللي اكيد تشريف لمصر وتشريف ليكم انتوا كمان كاسره يعني؟ قلت لها طبعا متشكرين اول حاجه على ان التعب ده والضغط العصبي اللي كانت عايشه فيه وانا كنت عايش معاها فيه ده ما راحش على الفاضي، ومستنيها بقى ترجع ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله باذن الله. اسالك على فكره الدعم، قد ايه انه الادوار بتاعه الاسره وقد ايه ادوار الزوج في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، وانت رياضي وراجل بطل رياضي وهي ايضا كمان رياضيه ما شاء الله قد الدنيا، فكره الدعم والتناغم ما بينكم وبين بعض علشان في النهايه نصل الى نتائج ايجابيه بالشكل ده، تشرف مصر وتشرفكم كلكم يعني. لازم بقى تستحمل ضغوطات وتعمل تنازلات كده في اوقات معينه. هي ساعات كتير جدا بتستحملني وانا برضو بستحملها، بس هي طبعا الفتره الاخيره دي كانت مضغوطه عصبيا جدا، وطبعا قعدت حوالي شهر قبل البطوله لما رجعت مصر قلبت اليوم بتاعها عشان الساعه البيولوجيه بتاعتها لما تروح طوكيو، فكان يعتبر كاننا مش عايشين مع بعض يعني. ظروف كلها صعبة زي ما انت ما بتقول كده، تضحيات، بس النتيجة في الاخر تستاهل يعني. انا حاسس من طريقة كلامك مدى السعادة والفخر يعني، انت فخور بيها يعني. انا بس تعبان بس عشان من الساعة 6 الصبح صحيتنا هي. بس الحمد لله، لا الواحد يعني ارتاح نفسيا قوي بقى يعني، خلاص بعد الماتش الاخير.
ألف ألف مبروك يا كابتن عبد الرحمن، ويا رب دايما كده من نجاحات لنجاحات، وببارك لك وببارك لأسرتكم وببارك لكل الناس اللي حواليكم اللي ساعدتكم علشان خاطر نوصل للإنجاز المحترم ده. أكيد ليك دور محترم ودور كبير زي ما بيتقال يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الرحمن. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. الرياضة والنماذج الرياضية، وبقول لك بلدنا فيها حاجات حلوة كتير وكوادر تقف عندها وتتبسط، وربنا البلد دي حلوة، البلد دي حلوة وشبابها حلوين ونعرف نعمل حاجات كويسة، بس فكرة الإرادة، العزيمة، مين يستحمل، مين يتحمل الضغوط، مين يشيل مين، مين يقول للتاني أنا حاجة على نفسي شوية عشان خاطر أنت تعدي، مين يتعامل في المواقف الصعبة اللي شبه كده، في تحديات أنت بتشوفهاش دي هيدن بالنسبة لنا، أنت مش تحدي غير مرئي. أنه هداية أول ماتش ليها بتلاعب البنت اللي مدربها السابق بيدربها، فعارف التكنيك بتاع هداية. مين هيقول انه هي فترة المعايشة اللي قعدت فيها في انجلترا لمدة شهرين قروها كويس ودرسوها كويس وهي بتلعب بطلة انجلترا. مين يقول انه التحديات دي انت الحاجات دي انت ما بتشوفهاش، ففي النهاية لما بتصل الى نتيجة نهائية بتقول انك بتفوز بميدالية رغم من كل التحديات والصعوبات دي، بتبقى حاجة عظيمة وحاجة مشرفة. وزي ما هدايا كده كمان سيف عيسى، انا مبسوط جدا جدا بسيف عيسى حقيقه، ومبسوط بما قدمه، شاب زي الورد ان شاء الله باذن الله، وربنا يفرح اسرته بيه، ونشوف دايما نماذج مصريه حلوه عشان مصر حلوه وتستاهل. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج جمهور التالتة. اللي فات ده حاجه واللي جاي حاجه تانية. احنا اجواء الفرحه والسعاده والحاجات اللي ليها علاقه بالمنافسات في الاولمبياد ده كان جزء لطيف جميل عظيم جدا. اللي جاي بقى اقعد يا ريس وركز في اللي هنقوله. الدوري المصري، وقت يا باشا ورقه وقلم وتعالى نحكي. لا مش نحكي، عشان كلمة حكاية ديت ما بتبقاش دمها خفيف. تعالوا أقول لكم الصدام اللي جاي عامل إزاي، تعالوا نشوف اللايحة بتاعتنا عاملة إزاي، وتعالوا نشوف الأهلي في المركز الكام والزمالك في المركز الكام، وتعالوا نشوف الأهلي والزمالك إذا خاض كل منهما لقاءاته حتى نهاية هذا الموسم فتعادلوا في النقاط. لأول مرة في جمهور التالتة هنفتح مع حضراتكم ملف اللايحة عيانا بيانا، ونشرح هي اللايحة بتقول ايه، لايحة لجنة المسابقات بتقول ايه لما يتساوى فريقين. هتسألني عن رأيي قبل اي حاجة، هقولك وبأمانة شديدة لسه فيها كتير، لسه فيها الأهلي هيتعثر ولسه فيها الزمالك هيتعثر، لسه ما تقدرش تحكم من دلوقتي. خد بالك انه زي ما قلتلك امبارح الاهلي والزمالك مش هيقابلوا بعض في مباراه فاصله، خلاص الاثنين اتقابلوا مع بعض ذهابا وايابا، فبح بخ خلصت القصه. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم ان كل واحد ماشي في الطريق بتاعه، فالتاني هيستنى له نقطتين يقع منهم بتعادل او خساره. واللي احنا بنشوفه في المنافسات دلوقتي في الدوري ما تقدرش تحكم على اي ما فيش ثوابت في الكوره، مفيش ثوابت في الكورة. آخر الدوري امبارح بيلعب حامل لقب بطولة الدوري بطل إفريقيا لمدة سنتين سيد أسياد إفريقيا اللي معاه 10 نجوم المسيطر والمهيمن على إفريقيا، وماتش كان في منتهى الصعوبة وكان متقدم على النادي الأهلي والأهلي بيفوز في الثواني الأخيرة، فده يديلك حجم الرغبة في المنافسة الشديدة لأنه الفرق اللي تحت دي مش عايزة تنزل. النهارده البنك الاهلي بالمناسبه موت نفسه قدام بيراميدز، عمل ماتش 10 على 10 فهتكلم عنه بعدين. ففي الجزئيه ديت
اللائحة بتقول إيه؟ تعالوا بقى إيه على الشاشة كده نشرح لكم اللائحة بتاعتنا بتقول إيه؟ لائحة لجنة المسابقات بتقول إيه فيما يتعلق بالتساوي في النقاط. وركز عشان أرجوك لو تاهت منك حاجة مش هنعرف نشرحها لبعض، لو تاهت منك حاجة مش هنعرف نشرحها لبعض. أنا كده عظيم أروح الناحية التانية أحسن عشان الناس تشوف أكتر، ولا خليني هنا، ولا ما أروح؟ هتقولنا الصفحة اللي جاية عشان الصفحة ديت ما بتأكلش عيش، الصفحة اللي جاية هي اللي فيها كل حاجة. بص بقى يا سيدي، لا هات هات اللي فات، أنا آسف. شوف يا سيدي، بقول لك هات اللي قبليها معلش. قال لك في حال التساوي ونظام وشروط الدوري للموسم الرياضي. لا يا جماعة مش هي ديت اللي أنا عايزها، من فضلكم. في صفحة كمان، في صفحة كمان قبل الصفحة اللي أنتوا جبتوها. هي دي. هي دي، ماشي كده؟ هي دي. ترتيب الفرق، ركز معايا بقى. ترتيب الفرق، ترتيب الفرق بيقول لك ايه بقى في ترتيب الفرق دي؟ قال لك بيتم ترتيب الفرق بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق بحيث يتصدر المسابقه الفريق صاحب اعلى عدد من النقاط وتزال المسابقه الفريق صاحب اقل عدد من النقاط. ماشي. طب لو اتعادل فريقين؟ قال لك لو اتعادل فريقين او اكتر، خد بالك ده قال لك ايه اسمه الترتيب العام، عشان هدي لك مفاجاه قد العالم دلوقتي. في حال تعادل فريقين او اكتر في عدد النقاط بيتم اللجوء لفرق الاهداف. يبقى لما يتعادل فريقين او اكتر اول حاجه بنروح لها ايه في الترتيب العام؟ قال لك بنروح لفرق الاهداف، اللي هو انت بتحسب الاهداف المستقبله مطروح منها عدد الاهداف المسجله، بحيث يكون الفريق صاحب اعلى فارق اهداف هو الاول في الترتيب بين الانديه المتساويه في عدد النقاط، والفريق صاحب اقل فارق اهداف هو الاخير. اشتريت؟ اشتريت. اللي بعد، اقلب الصفحة يا صديقي العزيز لعلنا نجد فيما بعده كلاما جديدا. قال لك في حال تعادل فريقين او اكتر في عدد النقاط وفرق الاهداف، يعني خلاص اتساووا، ها، في حال تعادل الفريقين او اكتر في عدد النقاط وكمان فرق الاهداف، قال لك ايه بقى؟ شوف دي، قال لك يتم اللجوء لعدد الاهداف المسجلة من كل فريق. ماشي كده؟ ماشي. طب اللي بعدها، قال لك وفي حال تعادل فريقين او اكتر بقى في النقاط وفي فرق الاهداف وفي عدد الاهداف المسجله، ركز ارجوك، قال لك يتم اعتبار الفريقين محتلين لنفس المركز، يعني هما الاثنين في نفس المركز. بص بقى دي، بص دي، اوعى بقى دي، اوعى اوعى عشان هتقع فيها دي. قال لك بشرط الا تكون تلك المراكز ضمن مراكز الهبوط او المركز او المربع الذهبي طبقا للبند الثاني من البند الرابع من نظام وشروط المسابقه. الفريق الذي يحتل صداره الترتيب في نهايه المسابقه يعتبر بطلا للمسابقه. يعني ايه؟ يعني كل اللي انت قريته ده في الاول معناه انه اللائحه بتقول لك فارق الاهداف في الترتيب العام للناس من اصحاب المركز الخامس لحد اصحاب المركز ال15، انما في لائحه جوه اللائحه بتقول لك ان انا بحدد لك مراكز الهبوط ومراكز المربع الذهبي وفقا لقاعده تانية. انت بتتكلم بجد يا ابراهيم ولا بتهرج ولا انت بقول لك اه والله، مش انا حكيت لك اهو بالظبط، قلت لك اول حاجه اتساووا في النقاط فبنروح لفرق الاهداف، وبعد فرق الاهداف بنقوم رايحين لتم لجوء عدد الاهداف المسجله. طب وتساوينا في كل ده فبنقوم رايحين لفين؟ بنقوم رايحين ل بعد انه كلهم بقوا في نفس المركز. بص بقى دي، بص دي، تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي. هنحدد دلوقتي هو مع بعض الاربعه الاولانيين اللي هم ايه المربع الذهبي اللي هيروحوا افريقيا ومن ضمنهم اللي هيفوز بالبطوله، والثلاثه اللي تحت اللي هو المراكز من 1 ل 4 والمراكز من 16 ل 16 17 18. قال لك في حال لو تساوى عدد النقاط للفرق اللي بتتنافس على مراكز المربع الذهبي او مراكز الهبوط بيتم تحديد المراكز على النحو التالي: النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهاتهم المباشره مع بعضهم البعض. يبقى رقم واحد اتساوى الاهلي والزمالك، هنا اهو اتساوى البنك ووادي دجله، هنا اهو يروحوا لايه؟ للمواجهات المباشره، ما يروحوش لفرق الاهداف. انت بتتكلم بجد؟ انا بقول لك القرايه اهي بتاعت اللائحه. يعني انت عايز تقول لي ان اللائحه مقسومه جزئين، جزء بيحكم في الاربعه اللي فوق والثلاثه اللي تحت، وجزء بيحكم في الشويه اللي في النص؟ اه هو بيقول لك كده في اللائحه، بيقول لك في حال تساوي النقاط اهو
بيقول لك في حال تساوي عدد النقاط للفرق اللي بتنافس على مراكز المربع الذهبي او مراكز الهبوط بيتم تحديد المراكز على النحو التالي: النقاط اللي حصدتها الفرق في مواجهتهم المباشره مع بعض. طب قال لك في حال تساوي النقاط في المواجهات المباشره يتم الاحتكام لفين؟ لفريق الاهداف في المواجهات المباشره، بحيث يكون الفريق اللي سجل عدد اكبر من الاهداف في المواجهتين اعلى في الترتيب. قال في حال بقى بعد كده تساوي الفريقين في المواجهات المباشره من حيث النقاط ومن ثم الاهداف يتم الاحتكام لفارق الاهداف اللي هو عدد الاهداف. شوف بقى هنا فارق الاهداف والاهداف فين؟ رقم 3. بيقول لك عدد الاهداف المستقبله مطروحه من عدد الاهداف المسجله الخاص بكل فريق. رقم 2 في فكره تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي، قال لك في حاله التساوي في الثلاث معايير، ها الثلاث معايير اللي فاتوا دولت، يتم الاحتكام لعدد الاهداف المسجله من كل فريق بحيث يتفوق الفريق صاحب اعلى عدد من الاهداف. اتساووا في كل المعايير في البند ده تتلعب مباراه فاصله على ملعب محايد على ان تحدد اداره المسابقات ملعب وتاريخ وتوقيت المباراه في حال انتهاء المباراه الفاصله بالتعادل، يتم الاحتكام لركلات الجزاء لتحديد الفريق الفائز. انا شرحت لك ما هي الحكمه من انه اللائحه تكون معمولة بالشكل ده، قراءة، أدي القراءة بتاعتنا. طيب ليه اللائحة اتعملت كده؟ ليه اللائحة اتعملت إنه مواجهات مباشرة للأربعة اللي فوق وللتلاتة اللي تحت وبالنسبة للي في النص اللي مراكزهم مش هتفرق من الخامس لل 15 بياخد بونبوني عندنا، ما بياخدش حق بونبوني. مبروك أنت كسبت. يعني هو اصلا اللي بياخد المركز الاول بياخد بونبوني برضو عندنا، يعني مش بقى امنا يعني مفيش حاجه يعني. القراءه بقى دي اللي احنا قلناها. طب كانت ايه الاسباب؟ انا معايا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الاسبق بالاتحاد المصري لكره القدم. يا حاج عامر مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب، والف مبروك كمان لزواج السعيد لابن حضرتك. مساء الخير يا ابراهيم، ازي حضرتك؟ مساء الورد يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عيد سعيد عليك يا رب، ومره ثانيه ببارك لك على فرح ابنك محمد، ويا رب دايما تفرح بيهم يا رب. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في عمرك. انا قريت اللائحه للساده المشاهدين فيما يتعلق بالجزء انه الاربعه اللي فوق والثلاثه اللي تحت في الجدول بيتم الاحتكام فيهم للمواجهات المباشره، وما بينهم بيتم الاحتكام فيهم الى الاهداف، فرق الاهداف. عايز افهم من حضرتك اذا جينا قرينا كان ايه الاسباب اللي دفعت لجنه المسابقات وقتها الى وضع اللائحه بهذا الشكل؟ الحقيقه ما سكت اللجنه في 2010 كان اول مره ابقى رئيس اللجنه، قبل كده كنت عضو لجنه المسابقات. جبت اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي. واخدت 90% من البنود اللي ممكن تمشي معانا في الدوري المصري حطيناها في اللائحه. وبالنسبه للمنافسات في البطولات كان كل اتجاه العالم ان هو لغي موضوع الاهداف وبيتجه للمواجهات المباشره، عشان كده نقلت من موضوع الاهداف اللي هو كان اول حاجه للمواجهات المباشره تحقيقا للعداله اكتر. لان حضرتك لو تفتكر او الناس القديمه شويه يفتكروا ان كان في لغط كتير على التلاعب في المباريات في المرحله الاخيره لما بتبقى متوقفه على الاهداف. وممكن كمان يبقى نفس فرق الاهداف بس اللي جاب اهداف اكتر. فكان بيتم بعض الاتفاقات على عدد معين من الاهداف في المباريات. كان بتحصل اتفاقات على عدد الاهداف اللي يسجلها ده ويسجلها ده، فعشان سواء يقعد في الدوري او يفوز بالدوري. يعني الناس اللي في المطبخ قوي يعني قريبين وحضروا المراحل اللي تحت كمان، حتى الدرجات اللي تحت الرابعه والثالثه. ده كلام مهم وكلام خطير ده برضو، قاعدين بنفهم. انا طبعا لما جيت حطيت اللائحه في 2010 بقى حاج، جيت في 2010 لقيت في حاجات اتعملت قبل كده فيها، انا اسف في التعبير، فيها عك بقى، فقلنا نظبط يعني الدنيا. لا في يعني في سلبيات حصلت وحضرناها كلها من السبعينات. انا طبعا عشان مركز قوي يعني وطول عمري مركز في حته المسابقات ديت، فحبيت اتغاضى عن او اتفادى اي مشاكل. طب هسال حضرتك يا حاج عامر برضو، اللي بيشوفنا دلوقتي يقول لك طب حاج عامر، طب ليه حضرتك عملت المواجهات المباشره في الاربعه اللي فوق والثلاثه اللي تحت وما عملتش المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص؟ يعني ليه ما عملتش موضوع المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص في تحديد؟ تعمل لك لخبطه مع عدد كبير من الفرق، تعمل لك لخبطه جامده.
تعمل لك لخبطه. ده هيبقى كاسب ده، ده هيبقى كاسب ده. اه ممكن خمس ست فرق وفي الاخر ملهاش اهميه في حاجه، لكن تلعب المسابقه. اه الاربعه اللي فوق ممكن بيلعبوا ابطال دوري وكونفدراليه، والهبوط عشان لازم تحدده عشان الفرق اللي صعبه، عشان ما تزودش عدد الفرق اكتر من اللي هي زياده. فبالتالي انت الحاجات اللي عايز تحددها هي بس اللي انت بتركز عليها في الشروط الخاصه جدا. انما من اول الخامس لغايه تحت بعد لعب الثلاث فرق اللي هيهبطوا مفيش اهميه للموضوع دوت، لان هيبقى عندك 10 فرق، 10 فرق دولت اكيد هتلاقي ده كسب ده وبعدين ده كسب ده وده كسب ده، أيوة. كلهم كاسبين بعض، فهتضطر تعمل جدول تاني كامل لل 10 فرق دولت، هيخش في جدل موضوع جدل بدون سبب، وممكن ما عندكش وقت حتى تعمل لهم حاجه بعد كده. فحطيت شروط خاصه للمربع الذهبي اللي هم اللي هيتأهلوا بما فيهم البطل، وشروط خاصه للثلاثه اللي تحت، ده علشان تمنع فكره التلاعب. يعني لو في ماتشين، خلينا اشرحها بالبلدي برضو كده ونضرب مثال وحضرتك معايا صحح لي لو انا فاهم غلط. لو احنا مثلا بنتكلم اهلي وزمالك، وده بيلعب وده بيلعب، ده بيلعب خصم وده بيلعب خصم، فانت قلت احتكم للمواجهات المباشره علشان الماتش الاخير بالنسبه لهم لو احنا بنتكلم على بطل الدوري ما يبقاش هنا في اهداف وفي هنا اهداف، فلو احنا بنتكلم على فرق الاهداف الفرقه دي ممكن تتلاعب او الفرقه دي ممكن تتلاعب. انت حاجة بتقول كده استنادا لما سبق، فقلت عشان ترسي مبدا للعداله فيما هو قادم من 2010 اخذت القرار ده. انا كده فاهم صح؟ مظبوط كده. تمام مظبوط كده تمام 100%. طيب ده ينقلني لجزئيه مهمه، احنا هنا لما بنتكلم على الاهلي والزمالك تحديدا يبقى احنا بنتكلم على المواجهات المباشره؟ احنا 2010 من 2010 لحد النهارده اللائحه ما اتعدلتش. القمه والهبوط بيبقى المواجهات المباشره. بقى احنا بنتكلم في الظرف الراهن اللي احنا موجودين فيه برضو لحد دلوقتي، احنا بنتكلم على المواجهات المباشره، انما بالنسبه من الخامس لل 15 هم ال 10 مراكز دول، دول ما فيهمش مشكله. دول هي في نقطه ثانيه بقى، لو اكثر من ناديين متساويين نعمل ايه بقى؟ ده نقطه ثانيه بقى، بتعمل لهم جدول لوحدهم ماتشات الغلط. بنعمل لهم جدول لوحدهم؟ هو ثلاث فرق او اربع فرق متساويين وعايز تحدد البطل او ترتيب المربع الذهبي نفسه، مين هيلعب ابطال دوري مين كونفدراليه. ايوه تاخدهم لوحدهم كده تحطهم مع بعض اكنهم لعبوا دوري لوحدهم بينهم وبين بعض. ده اذا تساووا الترتيب بقى، ده اذا تساووا في المواجهات المباشره ذهابا وعوده مثلا. تطلع بقى الترتيب كله مع النقط والاهداف. ده ممكن يقابلنا تحت لكن مش حتى لو متساووش، حتى مش متساويين، حتى لو مش متساويين بتحدد انت عندك اكتر من فرقتين. فما فيش مواجهات مباشره خلاص اكتر من اثنين. ده ممكن تلاقي ده كسب ده، ده كسب ده، ده كسب الثالث. تلاقي الثلاثه ممكن يكونوا كاسبين بعض. انت بتاخد وتعمل لهم جدول لوحدهم قدام اكتر من فريقين. ايوه اللائحه دي ما اتعدلتش من ساعه ما حضرتك مع حطيتها من 2010 مظبوط كده يا حاج عامر؟ الحاجه الوحيده اللي اتعدلت ان في الاخر طبعا عشان كان في اوقات احنا ما عندناش وقت كالعاده يعني ان احنا نلعب مباريات فاصله كان بتبقى فيها مشاكل وتتلعب فين. وتفتكر حضرتك برضو زمان كان في مباراه مثلا مباراه فاصل الاهلي والاسماعيلي او اسماعيلي واهلي، هنلعب في المحله لا هنلعب في اسكندريه. ايوه وحصلت مشكله وتدخل وزير الشباب والرياضه وعملت مشكله كبيره. وفي اوقات ما بيبقاش عندنا وقت خالص، انت بتنهي وبعد كده متاخر جدا بيبقى عندك بطوله افريقيا بعدها هتخش عليك ولا حاجه او حاجه للمنتخب. قلت لك مره فاصله قبل كده بعد ما انا مشيت من اللجنه كانت قرعه قبل كده. ايوه بعد المواجهات المباشره والاهداف اللي ليه واللي عليه في المواجهات المباشره. ايوه تساووا في المباراتين. ايوه وفي نقطه كمان ان الهدف انا كنت عامل الهدف بهدف، ما فيش هدف باثنين خارج الملعب. ايوه برضو الناس مستغربه ليه ما عملتش زي العالم كله الهدف باثنين خارج الملعب، لان انتقالات الفرق وده بيلعب في ملعب دوت وفرقه بتلعب في ملعب واحد. احنا عندنا خلطبيطه في ناس بتلعب في ملعب واحد يعني اربع فرق كانوا بيلعبوا وخمس فرق بيلعبوا في بيترو سبورت وقتها في وقت من الاوقات بعد 2011 وما زلنا لحد دلوقتي برضو ما معظم الفرق بتلعب على نفس الملعب. فما فيش حد بيلعب وفي الامن ممكن بيجبرك انك انت تلعب خارج ملعبك زي مباريات الاسماعيلي واهلي واهلي واسماعيلي. فبالتالي انا شلت حته الهدف باثنين عشان برضو نوع من انواع العداله. الهدف بهدف يعني 2-1 زي 1-0. ويمكن دي الاتحاد الاوروبي نزلها السنه دي. السنه دي كنت عامله من 2010 دلوقتي لغوا الهدف باثنين خارج الملعب.
ان الحقيقه الرئيس برضه ما حدش حلل كتير فيها. لما عملوا الطريقه الهدف باثنين خارج الملعب كانوا عاملينها عشان يزودوا الناحيه الهجوميه والناس كلها تهاجم. حصل العكس، بقت الانديه بتلعب في ملعبها بقت خايفه تهاجم. ايوه اللي بيجي فيها جون يعمل لها مشكله. ايوه 1-1 بقت مشكله كبيره، لو كانت 0-0 احسن 1-1 انا اروح اخطف بره من عادي جون. ايوه فبالتالي الاتحاد الاوروبي دايما بيبقى سباق ان هو بيحلل السلبيات. فلغى الموسم دوت حته الهدف باثنين خارج الملعب. طيب ده كلام مهم جدا، والاول مره احنا بنفتح الملف المتعلق باللائحه، والاول مره على الهواء مباشره بنشرح للمشاهد ليه اللائحه اتعملت كده وليه اتعرضت بالشكل ده وجبناها. وحضرتك السيد فاضل على دماغنا من فوق، انت حضرتك انت اللي حطيتها ووضعتها، ولذلك الشرح مهم جدا للمشاهدين. طيب انا اسال حضرتك، هل احنا عندنا في اللائحه ارقام بتقول الفائز ببطوله الدوري بياخد يعني مقابل مادي، ولا احنا ما عندناش يعني اللي بيفوز بدرع الدوري؟ لا ده كل موسم بيتحدد بقى على حسب الشركات الراعيه والبث الفضائي قد ايه. ده كل اتحاد بيجي قبل بدايه الموسم المفروض يحدد، ما بتبقاش شروط واضحه في اللائحه العامه او لائحه النادي. اخر مره حضرتك كنت موجود فيها في اتحاد الكوره كان اللي بيفوز ببطوله الدوري بياخد كام؟ لا ما كان دايما بيتحطش. ما بيتحطش. الاداره ما كانش بيحطها، لان مجلس الاداره موضوع خاص بمجلس الاداره مش لائحه المسابقات. لان دي بتبقى حاجه ممكن بيبقى الدوري بدا. حضرتك لو تفتكر برضه كان في اوقات احنا بنبدا الدوري وفي لسه الدوري ما اتباعش. اول ثلاث اربع مباريات قال لك خلاص نفتحها. الاربع مباريات اتنقلوا على قناه النيل الرياضه، القنوات المفتوحه. لغايه ما كان بيبقى في مشاكل في لجنه الانديه اللي موجوده. ايوه مفهوم الفتره اللي انا فاهمها. يعني عدى علينا حاجات كتيره في الرينبي، فالموضوع دايما كان بيبقى صعب. فكنا بنكتفي بالحاجات اللي هي بتاعت المسابقه. طب اللي بيصعد من ب لالف كان بياخد اي عوائد ماديه غير كلمه الدعم اللي كان بيتعمل؟ يعني انا شايفها بسيطه، ما ممكن 150,000 و200,000 دي في اللائحه اللي هو انت مبروك كسبت معانا صعدت فبتاخد 150,000 تقريبا في اللجنه لائحه القسم الثاني. يعني في لائحه القسم الثاني والموسم ده تقريبا كانوا محددينها المبلغ بتاعها. حاجات كلها بسيطه ما تعملش حاجه خالص، ما تجيبش لعيب يعني في القسم الثالث دلوقتي. ما تجيبش في شوارع. دلوقتي ما فيش حاجه اتسوقت القسم الثاني. ما فيش حد اشترى القسم الثاني ولا الثالث، فبالتالي الاتحاد مش هيطلع فلوس من عنده على حاجه مش متسوقه. صحيح. يا حاج عامر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومساءك زي الورد، ووضحت لنا نقاط كتيره جدا جدا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الاسبق واللي وضع لائحه لجنه المسابقات اللي احنا بنتكلم فيها. اظن دلوقتي ازيل اللغط والكلام اللي اتقال كلام مهم وخطير، عشان بس ايه يعني كلام مهم وخطير في الاسباب اللي دفعت لجنه المسابقات وقتها والحاج عامر حسين انه غير في اللائحه. قال لك عشان يمنع التلاعب في النتائج فيما قبل عصر 2010، كان بيحصل تلاعب في النتائج فوق او تحت، سواء اللي بيقعد في الدوري او اللي بيفوز ببطوله الدوري بيحصل تلاعب في النتائج بالاهداف. فقال لك انا همنع القصه دي بالمواجهات المباشره. ده كلام الحاج عامر حسين، خد بالك عشان وانت عارف اللائحه اتغيرت ليه دلوقتي. وانا بقول لك انه في جزئين في اللائحه لأول مرة وانت بتقراها معانا على الهواء وبتعرفها، يبقى ده الايه السبب. هل احنا كده خلصنا؟ لا، لقد وقعنا في الفخ. اي والله فخ. ليه بقى لقد وقعنا في الفخ؟ انا بقول لك انا النهاردة الجزء الاولاني ده ايه حاجة، والجزء التاني حاجة تانية خالص. اتحاد الكرة لما قعد مع النادي الاهلي قال له هتلعب ثلاث ماتشات في الفتره اللي موجود فيها منتخبنا الاولمبي في الاولمبياد. طيب ولما اتحط الجدول التخيلي، ركز بقى معايا، ركز معايا، انا عارف انك مركز من الاول بس انا مهم عشان في تفاصيل جوه التفاصيل، لو هربت منك وهربت مني مش هنظبط مع بعض عشان الموضوع فيه. فلما حطوا الجدول التخيلي قالوا ايه؟ قالوا انه منتخب مصر هيخرج من دور المجموعات، دي الفرضيه اللي اتحط عليها جدول الدوري، فهتلعب لك ثلاث ماتشات وبعدين لما يرجع المنتخب الاولمبي من الاولمبياد بعد الدور الاول خد لعيبتك كمل بيها بقيه الماتشات. ده الاتفاق اللي حصل مع الاهلي والزمالك. منتخبنا
لسه عنده فرصه وفرصه كبيره جدا. تسالني اقول لك، اقول لك اتمنى طبعا. تسال اي حد نفسه نكسب استراليا نصعد، نكسب استراليا نصعد. طيب ماذا لو فاز منتخبنا الوطني على استراليا فصعد للدور اللي بعديها؟ هو ده بقى اللي انا كنت بقول لك عليه، لقد وقعنا في الصدام، لقد وقعنا في الفخ، لانه صدام قوي ومباشر بين الاهلي وما بين اتحاد الكره. الاهلي قال لك بعد الماتش بتاع اسوان مش لاعب، الاتفاق كان على 3 ماتشات والمنتخب مسافر، مش هلعب لحد ما المنتخب الاولمبي ما يرجع. نقول من تاني، نقول من تاني، ماذا لو منتخب مصر فاز على منتخب استراليا؟ نصعد للدور اللي بعديها، فمعناه ان الاهلي مش هيلعب بالاربعه زائد اتنين، الاربعه زائد اتنين، الاربعه الاساسيين والاتنين اللي مش موجودين باستمرار مع النادي الاهلي في الماتشات بشكل اساسي، بس السته دول بالكامل رايحين مع المنتخب الاولمبي. فالاهلي قال لك ايه في خطاب ارسل، صح كده يا شباب؟ ليه؟ الاتحاد المصري لكرة القدم الاتفاق على 3 في اتصالات رسمية. أنا بقول هو في اتصالات رسمية مش خطاب رسمي عشان أبقى أمين. في اتصالات رسمية إنه الأهلي مش هيلعب بعد الماتش بتاع أسوان والاتفاق على كده. إحنا النهاردة الاثنين والتلات وماتش مصر يوم الأربعاء قدام أستراليا. يحلها ألف حلال، أو يحلها الحلال عشان قالوا لي حرام يتقال ألف حلال، يحلها الحلال، هو الحلال واحد ربنا. فأنت يا سيدي الفاضل على موعد مع صدام إذا ما حصل الموضوع ده والأهلي قال لك الباب مقفول ومش هنتفاوض على حاجة. مفيش تفاوض، مش هنلعب غير لما المنتخب يرجع عشان يبقى في مبدأ لتكافؤ الفرص وبطولة الدوري. أنا قلت لك امبارح ولعت نار نار، واللي قد الدوري يستحمل العيب، واللي قد الدوري يستحمل الحالة اللي موجود فيها. نقطة بقى ومن أول السطر، خلاص أنا شرحت لك كده كل المواقف على فكرة الشائكة اللي بنلعب فيها واللي هتقعد تفكر فيها واللي هنقعد إيه الفترة دي تشغل بال مشجع الأهلي ومشجع الزمالك. طب إحنا مواجهات مباشرة ولا كده؟ طب إحنا، طب الأهلي هيعمل إيه؟ ده الموقف بالكامل. طيب ايه اللي هيحصل او ايه اللي انا بتمناه؟ شوف، ما تقدرش انت من موقعك تبقى عندك وصايا على حد او فكره. قولوا عايزين تقولوا ايه بس عشان ما تقطعوش كلامي. ها طيب، ما تقدرش يبقى عندك وصايا على حد، لكن تقدر تقول ايه؟ أتمنى من كل الأطراف أنه يحصل هدوء على صعيد كرة القدم والدوري المصري. المنافسات حلوة، فخلينا دايما نتكلم عن منافسات كرة القدم الحلوة في الملعب ونتبسط بيها. أتمنى أنه الأجواء دايما تكون هادية والأجواء دايما تكون أجواء كورة. أنا شرحت لكم المواقف الشائكة وشرحت لكم إيه اللي بيحصل. تعالوا نرجع للفرحة تاني، تعالوا نرجع لطوكيو. انا معايا على التليفون كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والاتحاد المصري للتايكوندو هو الاتحاد الاول في هذه النسخه من الاولمبياد اللي بيجيب لنا مش ميداليه واحده، ميداليتين. يا كابتن عمرو اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل والف مبروك. كابتن عمرو، كابتن عمرو هل تسمعني؟ طيب وقع مننا الاتصال، وقع مننا الاتصال لحد ما يبقى معانا تاني الكابتن عمرو. النهارده بيراميدز والبنك الاهلي، ماتش كوره سخن مولع نار ملهلب. شوف البنك كله ضرب ضرب، مفيش هدوء، يعني مفيش ماتش سهل. هو البنك جاي لك منين؟ جاي منين؟ هو كان بيلعب مين؟ ها؟ الاهلي، الاهلي اللي هو ايه؟ الاهلي بطل افريقيا صح، حامل لقب بطوله الدوري،
وجاي مقابل مين؟ بيراميدز. خليكم فاكرين ان احنا وقفنا عند الحته دي لانه رجع لي تاني على تليفون كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو. يا كابتن عمرو اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل والف الف مبروك. صباح الخير ابراهيم باشا، ومبروك ليك ولمصر كلها. فرحتونا ورفعتوا راسنا خليتونا يعني ايه فخورين جدا جدا باولادنا. اتحاد التايكوندو هو الاتحاد الاول حتى الان اللي بيحرز لنا ميداليات، ومش ميداليه واحده الحقيقه، ميداليتين، فدي حاجه عظيمه. خليني اديكم حقكم واثني على ما قدمتموه، لانه في النهايه الفرحه ديت بتبقى فرحه لينا كلنا، وبيقول ان انتوا برضو اشتغلتوا. وعايز اعرف من حضرتك الفتره اللي فاتت كانت عامله ازاي حتى الوصول الى هذا الانجاز عن طريق هدايه وعن طريق سيف عيسى. والله حضرتك الفتره اللي فاتت احنا شغالين مش علشان ان احنا نشترك في الاولمبياد يعني تمثيل مشرف، او ان احنا حق الولاد ان هم تأهلوا مثلا في افريقيا او في الرانكينج الدولي فلازم يلعبوا الاولمبياد، او ان احنا نرفع المستوى عن طريق الاشتراك في الاولمبياد. لا، احنا من دي 1 او من الاول خالص شايلين حمل كبير ومسؤوليه كبيره ان اتحاد التايكوندو من الاتحادات اللي تسعد المصريين وبتحقق. وانا كان ليا الشرف ان انا الميداليه الاولانيه حققت على ايد تامر صلاح بطلنا الاولمبي اللي جاب ميداليه برونز في اولمبياد اثينا 2004. كان ليا الشرف ان انا كنت نائب رئيس الاتحاد وكنت مسؤول عن اللجنه الفنيه، وكان معانا دكتور عمرو خيري طبعا اسطوره بتاعت التايكوندو. ايوه، كان هو المدير الفني. الاتحاد التايكوندو من الاتحادات اللي بتحقق عالميا واولمبيا، ودي كانت مسؤوليه كبيره ان احنا نستمر ونحافظ على المستوى ده. طيب انا بس عجبني قوي يا كابتن عمرو الكلام اللي حضرتك بتقوله، لان هو الكلام الاقرب الينا احنا كشعب مصر، انه التخطيط، وان حضرتك بتقول لي احنا مش رايحين للتمثيل المشرف ولا كنت سامع او اكثر في برامج كتير وده متسجله وموجوده، قلت ان احنا بيتصرف علينا واحنا يعني بنشتغل على الاربعه اللي تاهلوا، انه اي حد من الاربعه ممكن يحقق. يعني احنا ما هربناش من المسؤوليه ولا قلنا صروف ولا بتاع ولا جبنا سيره ان احنا محتاجين دعم اكتر، بالعكس احنا اكدنا ان احنا واخدين حقنا وان الدوله المصريه مديانا حقنا وان احنا شغالين في الموضوع ده. فهو مش وليد الصدفه، هو اولا وليد توفيق ربنا، يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. صحيح، لكن احنا شغالين من فتره الحقيقه واعلنا يعني. طيب اسال حضرتك برضو في جزئيه خلال المنافسات بتاعه النهارده، يمكن هدايه كان بالامكان كمان المسار يكون احسن من كده لو كانت تغلبت على بطله انجلترا، وكان ممكن ان شاء الله يعني كان ممكن يعني ان احنا كنا نروح على ميداليه افضل كمان من الميداليه البرونزيه. سيف يمكن الطريق كان صعب شويه لانه قابل بطل العالم وواحد من المصنفين الكبار في هذه اللعبه. كنت حك متوقع انه هدايا رغم انها غيرت وزنها انه برضو تتحرك بالشكل ده، ان هي توصل لما وصلت اليه ولا لا وفقا لدراساتكم برضو؟ طبعا احنا كان عندنا امل كبير فيها جدا، وفي سيف وفي نور حسين برضو وفي عبد الرحمن وائل اللي هم يعني ما وفقوش، ولكن عمل ماتشات قويه جدا وكان مسيرتهم من ابطال اعلى منهم في الرانكينج بفرق نقطه. عندنا امل، وهو ده السر حضرتك انك بتحط ثقه وامل في كل واحد انه ممكن يحقق وتشتغل معاه، مش تقول انا عندي فلان بس واهتم بيه والباقي لا. برافو، صحيح. بالنسبه لهدايا بالتحديد يعني الحقيقه هدايا عملت يعني معادله صعبه جدا، لان الرياضيين معروف ان هم لما بيشتركوا في الاولمبياد ويحققوا كمان بيفقدوا الحماس بعد كده، وبيبقى خلاص وصلوا لاعلى مستويات الانجاز في الرياضه. ايوه، ما بيبقاش عنده حماس انه يعمل حاجه ثانيه. هي حققت في ريو ورجعت حطت نفسها في الحماس والعزيمه والاستحمال والاصرار والتعب والخبط والضرب والاصابات والمعسكرات وتاجيل الخطط الحياتيه عندها والكلام ده كله لمده مش 4 سنين، لا ده 5 سنين كمان السنه بتاعت تاجيل الاولمبياد. هي عملت معادلة صعبة جدا، واحنا كنا محوطينها بجهاز يعني في كان اخصائيين نفسيين بيتعاملوا مع الولاد، غير طبعا التغذية وغير الرعاة اللي راعوا بيرعوا هدايا. وانا برضو خليني اقول الاسم، هم مؤسسة وطنية مش دعاية ولا ممنوعة ولا حاجة، وده البنك الاهلي. انا بوجه له الشكر انه وقف معانا، بيرعى الاتحاد وبيرعى الهدايا وبيرعى لاعبين تانيين كمان. هي كانت منظومة شغالة بإيمان
وتوكل على الله ونية خالصة. صحيح. مجلس الإدارة المجموعة اللي اشتغلت يعني معانا وكده. طيب. عايز اسال حضرتك برضو ربنا يوفقك. عايز اسال حضرتك برضو السؤال الأخير يا كابتن عمرو، هل عندنا منافسات أخرى في التايكوندو ولا خلاص كده بالنهاردة بتخلص منافساتنا في التايكوندو؟ لا حضرتك احنا خلصنا، احنا لعبنا اول امبارح امبارح والنهارده ثلاث ايام اربع لعيبه، ودي فول كوتا. احنا تأهلنا بالعلامه الكامله، يعني احنا واخدين اعلى تأهيل في دوله بتاخده في العالم، وده توفيق برضه من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه وقدرنا نوصل له، يعني احنا خلصنا خلاص. هترجعوا امتى؟ اثنين من الاربعه يعني. هترجعوا امتى بمشيئه الرحمن؟ اثنين من الاربعه، احنا مسافرين باربعه معانا، كسبنا منهم اثنين صح كده؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا المفروض الولاد يرجعوا خلال 48 ساعة ان شاء الله باذن الله. بالنسبة لي انا هتأخر شوية، لان انا كلفت الحقيقة من قبل ما اجي، وده شرف ليا من زمايلي في اللجنة الأولمبية ان انا ابقى الملحق الاعلامي، يعني البريس اتشيل البعثة كلها. عظيم. فلسه انا عندي شوية شغل كده، فالله المستعان. هنعمل احتفالية امتى لاولادنا ابطالنا الجامدين؟ احنا جاهزين، احنا تحت امركم، يعني هو احتفالنا ان احنا فرحنا مصر. صحيح. فرحتونا والله. نتمنى ان احنا نكون رفعنا راس مصر يعني. صحيح. ده الاحتفال الكبير بالنسبه لنا والله. صحيح. فندم بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره ثانيه وثالثه بشد على ايديكم جامد جدا، وبقول لكم الف مبروك، رفعتوا راسنا، وكامل تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. بشكرك فندم. الله. شكرا جزيلا. كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو من طوكيو، وفرحه ما بعدها فرحه. تقرير، وبعد التقرير هيبقى عندنا كلام تحليلي وفني. قولوا لي يا شباب عندنا تقرير عن حصاد اليوم الرابع، وبعدها هنستقبل الكابتن أمير عبد الحميد علشان نقف على تفاصيل فنية لها علاقة بتحليل أداء حراس المرمى في طوكيو في الأولمبياد والدوري المصري، وبرضه لسه السهرة حلوة والاتنين العظيم والحلقة سخنة زي ما انتم ما شايفين، وفي كلام كتير قوي أثناء الحلقة هتشوفوه، ومفاجآت كمان في التفاصيل وفي أخبار هتسمعوها وإحنا شغالين خلال الحلقة. خليكم معانا في جمهور الثالثة بعد الفاصل.
اجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وضيف يضيف حضراتكم نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد. والحقيقه يعني انه كابتن امير عنده خبرات طويله، فقلت له اقول لك بدل ما نقعد نتكلم ما تيجي نحلل، ما تيجي نتكلم في الكوره وتحليل الكوره، وانا الموضوع مستهويني جدا 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 فكره تحليل الكوره، فلقيت الموضوع عنده قال طب وماله. فالنهارده حلقه مختلفه بزاويه مختلفه تماما مع كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق وحاليا هو مدرب حراس مرمى نادي السكه الحديد، وهنتكلم في الكوره وهنتكلم في المتعه والاخطاء اللي بتاعه حراس المرمى وايه اللي حصل خلال ماتشات الدوري وفي الاولمبياد كمان. يا كابتن امير اهلا وسهلا بك ومساء الورد. مساء الورد عليك يا ابراهيم، انا سعيد جدا ان انا معاك، وطبعا دايما ببقى مبسوط جدا ان انا ببقى معاك، يعني حد محترم وحد ناجح وحد اي حد بيبقى شرف ليه ان هو يكون موجود معاك. ربنا يخليك يا رب. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. خطوه جديده موضوع السكه الحديد ده. الحمد لله. يمكن طبعا الكابتن امير عزمي مجاهد يعني ان شاء الله يبقى مدير فني كبير اتكلم معايا، كان طبعا انت كنت عارف ان انا كنت موجود في اكاديميه النادي الاهلي، عارف، وكان في ناس كتير جدا بتقول لي امير لازم تاخد خطوه التدريب لقدام. فكل حاجه بقى وانا تعرف، كان في كلام ان انا هروح قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان كلم معايا كباتن كبار، وقعدت مع كابتن اكرامي والكابتن خالد بيبو وكابتن شطه وكلموا معايا وقالوا لي احنا انت اسم كويس وابن النادي فلازم تدخل جوه القطاع بحيث ان انت نستفيد منك وتبقى ان شاء الله خطوه للامام انك انت ان شاء الله تبقى بعد كده يعني مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. في حاجات طبعا في القطاع يعني حسيت ان في كلام اتغير شويه من بعض المسؤولين في القطاع، لكن انا بحب النادي الاهلي وانا بسعى دايما، حتى يمكن انا وانا بلعب ابراهيم في جميع الانديه اللي لعبت فيها كنت بسعى ان انا ارجع النادي الاهلي تاني، وان شاء الله هرجع النادي الاهلي تاني. فجت لي خطوه بان انا ابدا امسك فريق اول في فيرست تيم حراس مرمى درجه اولى في نادي السكه. طبعا نادي السكه تاريخ كبير، تاريخ كبير صحيح، ومجلس اداره يعني محترم جدا، وامير عزمي مجاهد طبعا، معانا كابتن حماده نصر، ومعانا كابتن احمد نبيل وكابتن هبيته، كل المدربين والمنظومه اللي موجوده، كابتن وليد اللي جمع الشامع المغربي اللي يقول لك امير عزمي مجاهد زملكاوي ابن زملكاوي اصيل ومقصل، وبعدين تيجي امير عبد الحميد اهلاوي اهلاوي مقصل ما فيهاش كلام، اللي جاب الاهلاوي للزملكاوي في جهاز فني واحد، جت الفكره منين؟ وانا طبعا بتمنى لكم كل التوفيق، فكره الفرص وفكره انك تبقى موجود في حاجه زي كده، وامير كمان من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وبتمنى له دايما طبعا كل التوفيق. انت قلت يا ابراهيم حاجه مهمه جدا ان امير اصيل ابن اصول، ايوه، ودي الحاجه اللي بصراحه يعني حسيتها من امير طبعا امير يعني وامير يعني يمكن انا طلعت انا وامير في كذا برنامج، وكان امير طبعا عنده ثقه فيا كبيره، وقال لي ان انت في يوم من الايام هتيجي تبقى موجود معايا مدرب حراس مرمى. طبعا لما جه اتكلم معايا وفتح معايا القصه، امير عنده فكر كبير، لعب في اوروبا، مسك في نادي الزمالك، عنده خبرات، مسك مدير فني في نجوم المستقبل، فانا شايف ان هو يعني عنده مستقبل كبير. فلما اتكلمت معاه يعني انت الحمد لله الواحد عنده خبرات، وامير كمان عنده خبرات، الاحترام هنا كان مهم جدا ابراهيم، ان انا اروح مع امير عزمي مجاهد وكابتن حماده والمسؤولين، ان امير حسيت ان هو في تقدير ليا، وفى بكلامه معاك، لا وفى بكلامه، مقدر قيمه امير. ف يعني بصراحه انا ما اتكلمتش، ما قدرتش اتكلم مع امير في حاجه، لان انا قلت له امير انا معاك. فجت الموضوع كده ان انا يعني رحنا قعدنا مع الناس، الموضوع ما خدش وقت خالص، ناس مرحبه بكل حاجه، الناس عايزه تصعد السنه دي، ناس محترمين جدا، النادي شكله مختلف تماما السنه دي، عايزين يجيبوا لعيبه كويسه، جبنا لعيبه كويسه الحمد لله، عندهم عظيم. خبرات واسماء ولعيبه يعني عندها طموح، يمكن ده كان الهدف انا وامير وكابتن حماده والمسؤولين طبعا الكباتن الكبار اللي موجودين في نادي السكه، ان اول حاجه هدف ان اللعيبه اللي هتيجي لازم عندها شخصيه وعندها روح ان هي تصعد بالنادي. والنادي بقاله فتره كبيره جدا، اسم كبير، ولكن ما كانش فيه توفيق، اتمنى يا رب ان شاء الله يكون الصعود على ايدينا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب النهارده هنتكلم على حالات فنيه في ماتش الاهلي والانتاج وبيراميدز وبنك الاهلي. والبنك. حلو، نستفيد بقى منك في التحليل لاداء حراس المرمى، هتبتدي بحارس مرمى النادي الاهلي علي لطفي ولا هتبتدي بالانتاج الحربي؟ ونبتدي باحمد يحيى علي لطفي. نبتدي بعلي يلا. لطفي يلا نشوف الحالات بقى اللي انت انتقدتها لعلي لطفي وتقول لنا كيفيه تعامله مع كل حاله من الحالات، اتفضل يا كابتن امير.
دي ضربه ركنيه هنا كورنر طبعا كره عاليه هو لعب بالامان في زحمه ما ينفعش يمسك هنا فلعب كويس جدا ان هو لعب الكره على الجنب ودي من الحاجات اللي هي المظبوطه في حارس المرمى في اي اوفر او اي كروس ان هو يلعب على الجنب هنا في تحرك كويس جدا منه وفي ثبات منه جامد جدا ان هو عنده رد فعل كويس جدا الكره دي خطر جدا أيوة. في زحمه هو المفروض يرجع تاني هو يرجع تاني بص علي كمان بالتحرك بتاعه في الزحمه دي بتبقى الامور صعبه جدا ان هو يلعب على الرياكشن ده بالثبات ده اي حد تاني كانت ممكن الكره تعدي من بين رجله لكن هو عنده ثبات وعنده رد فعل كويس جدا انقاذ هايل من علي وكانت النتيجه 1-0 كان ممكن يبقى فيه تعادل يعني عظيم هنا في كوره كروس انا عايز اقف بس سنه هنا واحده كده. واحده بقى يا جماعه علي هنا تمركزه في اللحظه دي ما كانش مظبوط 100% ما كانش مظبوط 100% لان الكوره بعيد بره ال 18 لازم علي كان ينزل سنه صغيره هو حظه ان الكوره جت في المكان اللي هو فيه لكن الطبيعي ان علي كان لازم ينزل خطوه كمان لورا ويقدر يتعامل على الكوره من غير مجهود ممكن يمسك ممكن يتعامل بشكل اسهل من كده توصل طب انا اسالك سؤال برضو لانه يعني اهميه الموضوع ده بالنسبه لي انه برضو افهم التكنيكات المعينه لحراسه المرمى هل هو المفروض كان يتعامل بالايد اليمين ولا يتعامل بالايد الشمال هو اتعامل بالايد الشمال المفروض هو يتعامل بايه الصح ايه هو اتعامل بايد الشمال لان لو رجعت تاني معلش ممكن ارجع تاني بص هو كان خد يعني هياخد خطوه شمال او قبل الكروس ما يعني امشي بص أيوة رجله كان بيطلع لبره بيطلع لبره عشان عدل نفسه تاني بقى وشه خلاص للجول ما ينفعش حارس مرمى يبقى وشه للجول عشان كده هو لعب بايده العكسيه يعني هي فعلي يطلعها بقى اقرب واعلى الله ينور هو تعامل معاها بشكل كويس على الخطا التمركز اللي كان فيه طيب هل هو هنا برضو خطا ولا هو الراجل كان بيطلع خايف ان الكره تتلعب عرضيه هنا فهي بدل ما تتلعب عرضيه هنا هي اتلعبت على المرمى خد بالك بص هنا هو الطبيعي علي الطبيعي احنا اتفقنا ان الوقفه ما كانتش مظبوطه 100% الوقفه دي لازم كانت الكره تبقى في الاتجاه ده تبقى جوه ال 18 بره ال 18 لازم ينزل يقفل زاويه ولازم قبل الكلام ده لازم حارس المرمى يكون باصص وشايف كويس قوي هتسهله الامور ان يكون شايف الناحيه العكسيه الناحيه الثانيه قبل الكروس ما يتعمل لازم يبقى باصص الناحيه الثانيه شايف عنده مساحه الرؤيه هو مساحه الرؤيه لو هو شايف ان مفيش حد مش هيبقى قلقان هنا كان قلقان هو كان عايز يطلع بالعرض بس هو ما كانش شايف هو الطبيعي ان الوقفه احنا قلنا في الاول وفي الاخر الوقفه ما كانتش مظبوطه لان الكره بره ال 18 المفروض علي في اللحظه دي كان ينزل سنه وبزاويه معينه طبعًا. فهو يعني صحح الخطا بشكل كويس ماشي اللي بعده كل دي حالات علي لطفي ده الجول اعتقد لا دي شوطه بسيطة جدا وعادية جدا لكن انا عجبني هنا ان هو لعب بالامان قوي في جوال حراس مرمى كتير جدا تبقى مستعجلة عايز تاخد الكرة وتلعب بسرعة الحاجات اللي زي دي بتبقى خطر لو هو مش مركز بالتكنيك ده ممكن ده بقى ان رجله هو بيبقى رجليه مش مفتوحة قوي ومش مقفولة قوي وان هو قافل رجله ارجعوا لنا ايوه ارجع سنه ارجع كمان سكه كمان دي حاجات الف ب كوره في الاساسيات حارس المرمى ايوه هنا بقى هنا 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 التكنيك هنا بص رجله الشمال رجله الشمال متنيه وقافله عشان لو هو مأمن اللي انا بقوله ان لو كره في ناس ما تبقاش مركزه لو عدت بايده هتعدي من تحت رجله هيبقى خطا كبير جدا وليه بالشمال عشان لو عمل باليمين هو عدلته ان هو شمال عشان كمان يقفل الجول لكن لو باليمينه انا اوريدي ممكن كره تخش على الجول تدخل جوه الجول طيب دي بص حاجات بسيطه بس بتفرق برضو يمكن الكره ما هياش خطيره بس برضو دينا بنفهم منها خلي بالك وانا بطلع الحاجات دي هنا كره عاديه جدا ارجع بقى ورا معلش ممكن ترجع لي بس سنه دي ايه عايز تقول فيها ايه هقول بقى هنا كره عاديه عاديه جدا صح في حاجه انا هقولها على خطا في الماتش اللي جاي بتاع الزنفولي بص هنا هم اللعيبه واقفه صح عشان خبرات النادي الاهلي في الدفاع مميزه جدا طبيعي ان قبل ما تتلعب الكوره الدفاع هينزل خطوتين فلما ينزل خطوتين ابراهيم يبقى على 18 ايوه ده الصح ماشي ده الصح لعيبه النادي الاهلي ماشي مشكله في علي هنا بص علي واقف فين علي واقف جوه يعني خطوه جوه ال 6 يارد ماشي المفروض علي الطبيعي ان يطلع بره هنا ليه بقى عشان مستحيل هيحطها من هنا جوه الجول هو عنده خبره اكيد لو هو هنا هيقدر يرجع خطوتين ويتعامل معاه عادي هو واضح انه هيعمل كروس ورا المدافعين فيأثر المسافه هيأثر المسافه يبقى طبيعي ان علي يبقى واقف خطوتين قدام يقدر يتعامل بص لما تتعامل هنا هتلاقي علي متاخر لكن مساحه كبيره جدا بين المدافعين بص
فهو لو موقف لو قدام شويه يقدر يتعامل. هي كده كده الكره جانبيه بس هو الوقفه ما كانتش مظبوطه 100%. ماشي. هو علي في الماتش ده واضح ان هو كان بيلعب على الامان مليون مليون في الميه. هنا في خطا طبيعي ان انا لازم العبها مره واحده وانا شيل على طول وانا مش اشول عشان اجيبها على على شمالي هتبقى الامور صعبه جدا. بص من هنا لازم احضر انا محضر شايل لازم العب مره واحده هنا خطا زنق نفسه طبعا زنقه وفي ساعات ممكن ياخد قرار انه يرقص فهتبقى مشكلة كبيره جدا. هنا لازم يلعب للامان ولازم كل واحد يتعلم الاخطاء اللي قبل كده. شفنا واحده للشناوي كان لازم يعملها بس ده وارد جدا في الكوره دي حاله مهمه فعلي كان لازم هو قاعد بره بيتفرج على الماتش ان انا اي كوره تجيلي مسافه 10 متر 15 متر لازم العب مره واحده. عظيم. اللي بعدها ده الجول الاول هنا علي واقف كويس في اللحظه دي هو شاغل باله هو ان هو اللاعب اللاعب الانتاج الحربي ده لاعب الانتاج الحربي عمال يرقص في الناس هنا علي في طبعا ايمن اشرف هنا حاجب الرؤيه على علي كان لازم علي لان في تمرين معين في الركشنات في زحمه جوه ال 18 مستر ميشيل مدرب محترم ميشيل يانكن محترم جدا وبيلعب الحته دي في زحمه بيحط علامات وحاجات كده عشان الحاجات اللي زي دي طبعا علي طبعا ايمن هنا حاجب الرؤيه عليه طبعا لكن علي المشكله الكبيره ان هي الجول دخل في الزاويه الضيقه. طيب دي ده خطا علي ولا ده خطا كان لازم علي يركز لاخر لحظه لاخر لحظه اكون مركز والعب على الاقل اطلعها كورنر. يبقى هنا الخطا ده مشترك ما بين الدفاع لكن يتحمل قد ايه منه علي؟ يعني انا كجول في النادي الاهلي وان انا ادخل فيه جول في الزاويه دي انا ما بعتبش على علي. علي جول موهوب وجول كويس جدا ومميز ولكن في اللحظه دي انا جول في النادي الاهلي لازم هيجيلي كوره كورتين ثلاثه في اللقاء كله لازم ابقى مركز 90 دقيقه. هنا علي كان لازم اتعامل بشكل اكتر تركيز لان الكوره عدت من تحت رجل ايمن فطبيعي ان انا لازم اوقف ثابت حتى ولو سابت. ايمن حاجب الرؤيه انت بتقول انه في تمرين خاص بيتعمل للزحمه دي قدام الزحمه دي هنا كان لازم على الامان وانه ينزل بدري سنه ويطلع كورنر. ماشي. حتى ممكن تبان من بره لو في اعاده من ورا دي مهمه جدا جدا. طيب اللي بعده ده الجول اعتقد ده الجول الثاني الانفراد الجول الثاني دي بقى مهمه قوي بقى دي انا عايز افهم بقى منك هنا ستوب هنا علي طلع بدري جدا يا ابراهيم هنا في الحته دي علي طلع جدا بدر جدا. عنده خبرة كبيرة جدا ويقدر يروح ويحط اللاعب ده في ظهره. علي طلوعه مع شتة تركيز بدر بنون والمسافة قربت قوي الكرة ما راحتش بقوة اللي هي وخصوصا ان اللاعب ده انا كحارس مرمى لازم مركز جدا في ايه يا ابراهيم. تقصد انه كان المفروض علي يستنى شوية لورا بحيث ان هو حاسس علي بص علي ليه حاسس انه بدر بنون لسه بيتخانق على الكرة فممكن في الحتة دي او في المساحة دي كان عمل تاكلينج شال الكرة من هنا. هو هنا ابراهيم الوقفة كان لازم يوقف ارجعوا لنا سنة يا جماعة بعد اذنكم وفي حتة مهمة جدا بس هنا هنا بدر اوريدي مقرب علي فاتح جدا علي كان لازم يستنى سنه تحت ويستنى بدر لان بدر عنده خبره وقرب منه اوريدي قرب منه جدا يديله مساحه عشان يلتحم ويجيب الكوره هنا بص وصل هنا علي فتح كل الزاويه دي. علي كان لازم يكون في البدايه واقف هنا مستنيه. وفي حاجه كمان مهمه جدا انا النهارده اللاعب المصطفى البدري لاعب كويس جدا ولاعب سريع انه يجي ال 50 متر دي ويلعب النادي الاهلي ورايح معاه واحد خبره زي ده طبيعي انه هتعب في الاخر. انا كحارس مرمى لازم ابقى مستني وذكي ان اللعيب هيجي لي عندي تعبان اوريدي فكان لازم علي يستنى شويه لان علي بص بدر اوريدي قرب منه بدر كان لازم يتقل شويه وبعدين اللحظه الثانيه هو ما كانش واقف هو لاعب على التوقع فبالتالي ما كانش واقف على رجله فبالتالي وقع. حتى كمان الكره لما اتلعبت ضعيفه جدا بص لاحظ واحده هتلاقي علي مش واقف على رجله صح هتلاقيه بيلعب على التوقع هتلاقي حركوها بقى يا جماعه بيقع لورا هو لازم يبقى هنا وثابت بص قافل زاويته هو كمان هو كمان الزاويه مفتوحه جدا الزاويه مفتوحه سهلتها كان لازم يقف شمال شويه يطلع من شويه هنا معلش ارجع لي الكوره تاني هنا بدر معاه الكوره علي اوريدي لو هو واقف قدام شويه كان ممكن يقدر ياخد دي او من البدايه خالص بدر شيل بدر العب لي بس دي مش غلطة علي انا بتكلم في حاجه قبل الكوره دي كان لازم علي يتكلم مع بدر العب لي من البدايه عشان يوفر المسافه بص المسافه هو بعيد اخلص من هنا اخلص يا بدر يا تشيل يا تلعب هو علي هنا انقذ الموقف ولكن هنا لو مصطفى البدري لمس الكوره ممكن علي كان يطرد لانه راح برجله كمان بس هنا اللي انا عايز اتكلم فيه لازم علي يكلمه من البدايه بدر العب لي عشان يوفر المسافه بص المسافه ارجع كمان ارجع كمان
ارجع كمان هتلاقي مسافه بعيده قد ايه من هنا. بدر بسرعه العب لي، فلازم العب له دي خلاص، ده اصلا كان هيقف. تمام، اللي بعديها دي برضو هجمه لسه دي بص علي فين، دي هجمه هتروح هنا. كره طويله، بص علي فين. علي لو قدام شويه هيقدر يتكلم ويتعامل مع الكره دي كويس جدا. انا ملاحظ ان اغلب تعليقاتك على علي في 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 البوزيشن، البوزيشن بتاعه هو في المركز، هو في المفروض موقعه يبقى فين في ال 18 في الهجمات. بص اما قدام او ورا، انا هنا انا هنا طبيعي ان انا في كور هتتلعب ورا المدافعين، فلازم علي بص بدا يرجع تاني سنه، هتلاقي علي جوه ما بانش في الكادر. هو علي لازم يبقى في الاتجاه ده هنا، في الاتجاه هنا. لو اتعملت كده يبقى هو اقرب حد للناس المدافعين بتوعنا. وهتلاحظها كمان في الماتش يا ابراهيم ان في كتير جدا جدا علي في كره علي معلول رجع له كره بصدره، كان علي برده تحت اتكلموا مع بعض، علي معلول رجع له كره، كان المفروض لو علي قدام شويه يقدر ياخدها. في كره في الشوط الاولاني برده اتعملت، المفروض هو قاعد يحضن حتى دي ياسر بيحضن، او اعتقد هو ياسر ابراهيم او ياسر ابراهيم. الحاجات زي دي لازم العب قدام شويه بحيث ان الحاجات دي تتلعب من ورا المدافعين. صحيح، هيبقى ماشي. هو اقرب اللي بعده ارجع كده بقى على كده، بنروح لاحمد يحيى بقى. احنا هنروح كده خلاص، خلصنا علي لطفي، خلصنا انت. طيب. علي تقييمك هنا بقى ثانيه واحده، هنا بقى تقييمك لعلي لطفي كم من 10؟ علي اقدر اقول له اديله مثلا 7 من 10. 7 من 10. مسؤول بنسبه قد ايه عن الجولين؟ بنسبة كبيرة، بس مش بجني يعني، مش بتكلم على علي في حاجة، لكن علي جول كويس، شال النادي، موهوب شال النادي الأهلي في ماتشات، ولكن أنا بتكلم مع علي عشان يصحح حتى صح. كمان لما بقابل علي هقول له الكلام دوت. أنا بتكلم عشان علي بعد كده يستفاد من الحاجات دي. وأحمد يحيى برضه نفس القصة، نفس القصة. أنا جاي لأحمد يحيى هنا، ارجع تاني خالص، ارجع تاني معلش قبل ما يلعب، بص مين اللي بيلعبه. معلول، علي معلول بيلعب بشماله، وقفشة هنا بيلعب بيمينه، الاثنين شاغلين بال احمد. احمد يحيى، عشان كده احمد يحيى بيلعب للامان قوي. ليه بيلعب الامان هنا؟ ليه وقفته هنا؟ لان هو لو علي يحطها واحده، علي لو لعب بشماله الكره هتدخل له جوه. فعشان كده مامن قوي. لو قفشه لوحده كان احمد يحيى البوزيشن كان هيطلع قدام سنه كده هنا. عشان الكره هو هيلعبها تلف كده فيبقى قريب. هي راحت له في الاتجاه اللي هو واقف فيه. بص كده كمل، يلا راحت له في الاتجاه بتاعه. تقصد ان هو كان مختار توقيت كويس، كويس جدا بالنسبه للاثنين اللي واقفين، لكن ماشي. لو قفشه كان يطلع سنه قدام عادي. ماشي، اللي بعده هنا كره طبعا. طبيعي ان هو بيجي مع الكره، طبعا هو بيتعامل معاها كويس جدا جدا، البوزيشن بتاعه كويس جدا جدا من البدايه، ولازم يقفل مع كهربا، وقفل معاه كويس جدا. هي جت في العرض بس هي لو في الجول هيقدر يتعامل معاها كويس. تعامله كان كويس، كويس جدا. ماشي، اللي بعده هنا. بص ارجع سنه كمان. بص احمد يحيى فين. الكروس هو بيتعامل، احمد يحيى واقف قدام. بص لما تتلعب بالهيد هيعمل ايه؟ هيرجع على خط الجول. الكره دي لو في الجول مش هيقدر يجيبها. لانه رجع فين؟ كمل، واقف على الخط. كمل لو دخلت في الجول مش هيقدر يجيب. هو عمل التراي ده عشان الكور اصلا تطمن ان هي بره. لكن هو عمل تراي كويس، ولكن كان لازم يثبت في الاتجاه ده بحيث ان لو دخلت في الجول ياخد التراي اللي قدام ينقذ الكوره. هو عمل تراي بشكل كويس لان هو عارف ان الكوره بره، لكن غير كده كانت الكوره دي جول. رجع، بص رجع لورا. الكوره دي لو في الجول جول، في الجول مش عارف يعمل لها حاجه. لا، لانه رجع رجع جوه الجول. وحتى لو صد يا ابراهيم، لو صد الكوره هيدخل بيها جوه الجول. عظيم. هنا انقاذ يعني اكثر من رائع. هو اتحرك، بص في الزحمه، بص انقذ. ارجع لي بقى ورا. معلش بعد اذنك، ادي الكره دي واحده. في حاجتين هو عملهم كويسين جدا احمد يحيى. هو عمال حاجة بص، هو عمال بيعدل بص في مركزه. ركز على احمد يحيى، ماشي، على رجله. بص هو فين. واول من قفشه نزل على الجوه، نازل على الايام القريب. لا، بص رجله. بص هيعمل ايه. الخطوتين دول مهمين جدا. ارجع تاني، الخطوتين اللي هو اخدهم. بص احمد يحيى فين عشان يقفل زاويه. طبعا. قفشه. لما دخل جوه، بص رجل احمد يحيى خط خطوتين. ده اول حاجه عملها صح. انه ثبت وخط خطوتين قدام. الحاجه المهمه جدا انه هو ما مسكش بايديه الاثنين. لو مسك بايديه الاثنين الكره اسرع منه هتعديه. هو ثبت ايده الشمال اللي هي الاقرب. اللي هي الاقرب.
وده مهم تكنيك. جدا ده تكنيك. لو هو نازل بايديه الاثنين هياخد وقت وهتبقى اسرع منه. بص اول حاجه عملها كويس جدا انه طلع خطوتين قدام احمد يحيى. بص خد خطوتين اوريدي قدام وهو بيشوت قفشه. ده مهم جدا. الحاجه الثالثه انه لازم يبقى ثابت واقرب ايد للكوره راح بالايد الشمال اللي هي تحت. ده انقاذ رائع اللي بعده. احمد يحيى لحد دلوقتي ماشي كويس رغم انه شباكه اهتزت ثلاث مرات. هو في اخطاء طبعا هنتكلم عليها. هنا خطا كبير جدا. ارجع تاني. احنا مره بنلعبها بسرعه. بص عليه بيرفع كروس منين وعالي. احمد يحيى كان لازم يبقى قدام هنا قدام هنا. ارجع لي ورا كمان. لازم كان يكون كمان سابق كمان شوية. ان الكره علي معلول رافع الكروس عالي ومش متطرف. ده امامي امامي عامل كروس كره عاليه فواضحه. لازم احمد كان من بدري يروح يبقى بدايته تبقى بدايته على خط السته. هو عمل حاجه. هو عمل خطا ان هو راح كده يعني جه كده. المفروض ان هو يروح امامي يروح للكوره تابع كده فبقت الكره نزلت فراح متاخر فتسبب في يا اما ياخد القرار من البدايه ان هو يفضل ثابت يعني يعلق نفسه يا اما يروح ياخدها من بالزبط. البدايه هو خدها متاخر. بص من هنا كروس كان لازم راح يطلع خطوتين وراح من تحت فدي طبعا خطا كان يعني استوجب ده دي اللي فيها خطأ ضرب كبير الجزاء علي معلول اللي بعدها. هنا ضربه الجزاء ضربه الجزاء هنشوفها في الاعاده. هو رايح اصلا بقى ضربه الجزاء انت كنت انت نفسك انت كنت تاخد انهي مدرسه؟ بتاخد لك زاويه وتروح عليها مهما كان ولا بتدرس كل واحد منهم ولا بتستنى تتقل على الكوره؟ بدرس وبشوف الماتش اللي قبليه وبشوف وفي نفس الوقت عيني على الكوره ولازم اثبت لان انا كان ساعتها كابتن احمد ناجي ومستر مانويل جوزيه كان دايما يقول لي لازم حارس مرمى يثبت جوه. كل ما انت بتثبت بتقلق المهاجم اللي بيلعبها. هنا رايح كويس جدا بس هو عمل خطا بسيط انه راح من عالي لواطي عشان كده ما لحقش الكوره. بص المفروض الطبيعي الكوره زي دي يختصر الزمن يختصر وينزل لتحت كان هيقدر يصد الكوره دي. بص من هنا هبان طاير من فوق لتحت شايف وهي على الارض. ايوه كده مفهوم. طبعا انا مش بعتب عليه لان طبعا ضربه جزاء بس احنا بنتكلم برضو على تكنيك برضو. احنا في النهايه برضو بنقدم للمشاهد الخدمه التحليليه دي. ده الهدف دي. ده الهدف بتاع حسين هو هنا واقف كويس جدا. اول واحد هو يقابل حسين هو احمد يحيى كان لازم يثبت شويه يقف على رجله اكتر. هو وقع لورا. طول ما انت ثابت تقدر تتعامل مع اي كان واقف لحد هنا طول ما هو ثابت كان لازم يقف. وخصوصا بص يا ابراهيم احنا اتكلمنا على بدر بنون ان كنت المفروض علي يستنى شويه لانه هيلحق المهاجم. هنا المدافعين ابتدوا يروحوا على حسين خلاص. لو انا ثابت انا بس هسالك سؤال الاول. هو الراجل ده كده تحركه لحد هنا صح ولا لا؟ صح 100%. طيب لازم اثبت. يعني ايه بقى لازم اثبت؟ انا واقف اهو. ما واقف اهو هيعمل ايه؟ هيقع. هو مش ثابت 100%. بص شاف على رجله كويس بيتحرك. ايوه فعشان كده وقع. ما كانش فيه ثبات. مهم جدا حارس مرمى لازم يثبت. فلو هو كان واقف كان عارف يروح للكوره على الاقل هيقدر يطلع برجله. بس دي هيشوفها منين؟ ده بص المسافه عامله ازاي. ده على بوز الست يارد انا طلقه وحسين شحات حاط فيها. ما خلاص انا مواجه حسين هتلاقي غل الكوره كلها. ما انا مواجه حسين في اللحظه دي. حسين لازم هيلعب في الاتجاه بتاعي. خلي بالك قعدت من تحت رجله. ايوه لكن هو في الاتجاه بتاعي وقافل كويس جدا لكن كان لازم يثبت شويه. ماشي كده عشان يبقى مسؤول عن التسديده مش مسؤول. هو مش مسؤول عن الجول طبعا. ماشي. هنا الجول طبعا علي. الكروس برضو منين؟ هنا شريف عمل حركه كويسه جدا ان هو خد تركيز احمد يحيى. هنا كان لازم احمد يحيى ياخد القرار يا اما ما اطلعش يا اما اطلع من البدايه. انا شايف في الكروس ده كان احمد يحيى انا فاضل لي ثواني بسيطه. المفروض ان احمد في اللحظه دي كان لازم ينزل لتحت شويه. هنا ما ينفعش احمد يبقى في المكان ده. احمد كان لازم يبقى جوه بين 6 يارد وبين خط المرمى. ماشي ويقدر يبص على الكره وهي طالعه من رجل علي معلول. اقدر اكرر وهي طالعه. اقدر اكرر من هنا باينه ان هي لفه خلاص. مسؤول هو عن الجول ده طبعا. مسؤول عنه بالنسبه طبعا لازم. وطبعا شريف خد تركيزه ان هو طالع معاه. دي حالات الاهلي والانتاج. دي الاهلي والانتاج معانا. نروح بقى البيراميدز النهارده والبنك الاهلي. تدي لاحمد يحيى كام من 10؟ ادي احمد يحيى برده 7 من 10 لان في انقاذات كويسه. ماشي. البنك وبيراميدز اللقاء انتهى 1-1 النهارده. هنا خبره شريف طبعا. هنا واقف. بص هنا شريف واقف ثابت. وبص الحركه بتاعته ان يامن نفسه بالقائم دي مهمه جدا. وان يثبت. خد الخطوتين دول خلاص. اول واحد بيعمل بلوك عليه شريف خلاص. بالخبره قدر يطلع وجت فيه وطلعت
انقاذ كويس جدا من شريف. التعامل بس من البدايه، التعامل ارجع تاني من البدايه. هو عارف هو فين، واقف جنب العارضه بتاعته ومستني الوقت المناسب. ايه الحركه دي يا ابراهيم؟ انا بدي حق نفسي ان انا مش هفيش كره تتشاط هنا. اول ما عدى من خلاص بقى انا لازم اواجه. خلاص انا لازم اواجه. هنا خبره شريف فرقت جدا، قدر يعمل بلوك على لاعب الانتاج، لاعب الانتاج ولاعب البنك وانقذ جول كويس جدا. هنا ضربه جزاء اكثر من شريف، اتلعبت واتعادت. اتعادت لان طبعا القانون الجديد بيقول لك ان انت حارس مرمى لازم يتحرك على 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 الخط المرمى. وهنا شريف عمل انقاذ هايل، ولكن هو كان طبعا خط خطوه قبل ما يلعب كريم بامبو. اتعادت مره ثانيه، اتعادت. بص خد الخطوه الاول هنا. القانون للاسف مش في صالح شريف، لكن هو عمل انقاذ هايل. وطبعا شريف خبره كبيره. كريم بامبو حطها تاني، حطها تاني. هنا بقى شريف اللي هو عمله شريف هنا خد من تركيز، خد من 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 يعني جزء من الثانيه عشان يروح يعمل التراي. بص الحركه دي. انا خلاص، انا طالما انا رايح يمين خلاص يبقى لازم اخد القرار ان اروح يمين. هو شريف هنا رايح مش بقوه. لو خدت بالك من البنالتي اللي قبليه شريف رايح بقوه كبيره جدا. هنا رايح مش بالقوة، اخر نفسه شوية. اخر نفسه شوية، دي فرقت معاه. اخر نفسه شوية في الحركة في الحركة اللي هو عملها في الاول دي. هنا لو شريف عايز يعمل ده مفروض يتحرك. لكن الحركة اللي عملت دي خلت من تركيزه ثانية، جزء من الثانية، كسر من الثانية. عشان كده هو راح متأخر في الكرة دي، معناها هي مش قوية. هنا الزنفولي طبعا، حالة الزنفولي هو اتعامل مع دي كويس جدا وقام بسرعة وثبت، عشان كده قدر يلعب على الكرة دي بشكل كويس. اهم حاجة الثبات لحارس المرمى. ماشي الكلام. يعني هنا اتعامل معاه عادي جدا واتحرك كويس جدا وعمل تراي وكان قافل زاويته بالظبط. قام تاني عدل نفسه جه شمال شويه. هنا بقى في اللحظه دي طالما انا ثابت وشايف ومركز العب لي في اي مكان. الكرة سهلة دي متباصة يعني، عبال ما وصلت له حلال الله اكبر يعني في صدري. هي تمام حلال الله اكبر، بس انا بتكلم على ان هو لما قام هو انا واقف. حتى لو جت بقوه جت مستعد لها يعني. مستعد. ماشي. اللي بعده واضح ان هو طبعا بيلعب بثقة من ماتش الاهلي. هنا انقاذ هايل، الخطوتين اللي هو خدهم. نرجع تاني. خطوتين هايلين، انقاذ كويس جدا. طبعا هو خد فاول هنا. اتحرك بدري. هو كان عايز يمسك الكوره بس الخبطه ما خلتوش تساعده ان هو يمسك الكوره يعني. ماشي. فجت في صدره وطلع، بس هتحسب له ان هو اتحرك صح. اتحرك صح. ماشي. لسه مع الزنفولي. هنا برضو ثابت وتوقع هنا خلاص ولعب على التوقع. هنا خدمته شويه. هو المفروض خدمته يعمل تراي على الناحيه اليمين. هي خدمته في رجليه بالظبط. هي جت في، خلي بالك، هي جت تقريبا في المدافع عشان كده راحت الاتجاه الثاني. ان هو يقدر يقوم تاني يعمل فولو على الكوره دي حاجه كويسه جدا. فليكس كويس، رد الفعل كويس. ماشي. هنا ارجع معلش بعد اذنك، ممكن نرجع للحاله دي. فاكر لما اتكلمنا على الفاول مدافعين النادي الاهلي كانوا واقفين فين؟ كان من نفس المكان اعتقد. المفروض ان المدافعين بتوع البنك الاهلي لازم يبقوا هنا. عشان لو خدوا خطوتين ثلاثة أربعة هتبقى المسافة هنا، فما يضايقوش المسافة ويدخلوا. هو ليه اتصرف هنا؟ ليه اتصرف هنا بالشكل ده؟ لأن كل ده واخد تركيز الزنفولي، عشان كده لما اتعملت محدش لمسها وراحت في البعيدة خالص. ولو كانت دخل الجون كان يسأل عنه الزنفولي مش المدافعين. ماشي حلو. وده كمان المدافع تقريبا مش فاكر ده، بص بيكلمه هو المفروض ما يكلموش. هو الزنفولي عمل الصح في الكورة دي. هو اللي بيقوله بتزعلي طبعًا ليه؟ طبعا بتزعلي ليه؟ خد تركيزه كمان ان هو الزنفولي اتصرف صح هنا، لكن التصرف الصح 100% من البدايه كانت لازم المدافعين كله ده بره ال 18 او خطوتين قدام. لان طبيعي ان انا ابراهيم اما بطلع الناس على الخط ال 18 طبيعي ان اللعيبه اما الكره تلعب اوتوماتيك بياخدوا خطوتين جوه، فبدل ما ياخدوا خطوتين جوه وانا بره غير اما ياخدوا اربعه خمسه هبقى جوه السكس يارد هتعمل له مشكله، لكن هو تصرف كويس جدا. لسه في حالات ثانيه. هنا انقاذ هايل. هو هنا برضه اتعامل معاه قبل ما تعمل بند. لا هو اتعامل هنا كويس جدا. هنا التحضير يا ابراهيم مهم جدا. قبل ما الكوره تتلعب هنا هو شايف برؤيه بسيطه جدا لاعب بيراميدز. عشان كده لما لعب طلع الامان على جنب. هو لو مسك، عارف ان لو مسك ممكن تقع من ايده صعب. يقدر لاعب بيراميدز يقدر يجيب جول، لكن هو انقاذ هايل. عارف لو مفيش ده، عارف ده لو مش موجود كان يقدر يمسكها، لكن ده اللي خلاه يتصرف التصرف ده، لان الكره من بعيد ومش القويه القوى. هو عمل ده عشان المهاجم يبعد الكره عن مهاجم بالظبط. بص من هنا بعيد يقدر يمسك عادي جدا، لكن هو عمل الصح في ظل وجود لاعب بيراميد. ده انقاذ هايل. ماشي اللي بعده.
ضربة الجزاء. ضربة الجزاء طبعا احنا مش بنلوم على حارس المرمى فيها، ولكن بقول لحارس المرمى لازم يثبت لاخر لحظه. هنا اتحرك بدري، هنا اتحرك خط خطوه بدري، هو رايح اصلا قبل ما يلعب عبد الله سعيد، وكمان ابراهيم الناس عبد الله سعيد من الناس اللي هي لعيبه موهوبه ولعيبه تقيله اللي بتتقل قوي وهو بيحط. انا بتكلم ده للزنفولي او اي حارس مرمى تاني، عشان بعد كده لما يجي لاعب يدخل عليك في ضربه الجزاء لازم تبقى ثابت وهادي وتقدر تتصرف. تدي الزنفولي كام وتدي شريف اكرامي كام؟ هي طبعا مفيش هجمات كتيره جدا، لكن انا اديهم يعني شريف تديله كام على حده؟ 8 8 8 كويس ماشي. جدا 9 يعني مفيش هجمات اقدر اقول 100%، ولكن اديهم الاثنين 9 لان مفيش اخطاء كتير والحاجات اللي جت عليهم قدروا يتصرفوا معاهم بخبرات وبثقه كبيره جدا. ايه الشغل العالي ده؟ انا مبسوط والله بجد. والله مبسوط من فكره انه لاول مره احنا هنحلل اداء حراس المرمى ونعرف برضو تفاصيل مهمه، وانا مبسوط كمان ان انت جبت لنا كابتن امير حالات تبدو سهله بس شرحت فيها تفاصيل مهمه. عارف ده يساعدنا في ايه؟ يساعدنا نعرف حراس المرمى الكويسين واللي عندهم تكنيك بسيط، ونبص برضو على الغلابه اللي ما حدش بيبص عليهم، ناس متركز بس اهلي وزمالك، فادينا بنشوف البنك وبنشوف. انا عاجبني الزنفولي جدا عامل يعني من ساعه ما مشي من نادي الاتحاد، كان بيلعب في نادي الاتحاد السكندري، كانش عنده فرصه كبيره جدا ان هو يلعب، كان عماد السيد بيلعب دايما. الزنفولي لما راح ما كانش بيلعب في البدايه، اعتقد كان احمد السعداني هو اللي بيلعب، فما خدش كتير، فضل يركز وهدي اتمرن كويس، لما جات له فرصه قدر يلعب ماتشين كبار. بتتكلم في عمل ماتش كويس جدا، ماتش الاهلي وماتش النهارده بيراميدز، عنده نجوم كبيره، انه يلعب بالثبات ده وبالثقه دي اعتقد ان دي حاجه تبقى كويسه جدا ليه. اتمنى ان كل حراس مرمى اللي موجودين في مصر يلعبوا بهدوء، يلعبوا بمتعه، ما يبقاش حد متنشن، وان شاء الله باذن الله نستمتع بيهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عجبني التحليل واتمنى انها تتكرر تاني يا كابتن امير، يا ريت يعني ده يشرفنا ونبقى مبسوطين لو يعني نكررها تاني ونتكلم في التحليل الفني كده لحراس المرمى. انا شرف ليا يا ابراهيم والله ان انا كنت معاك النهارده وقدرت يعني نطلع كام حاله كده والناس تستفاد. اتمنى الناس تستفادوا، الحراس يستفادوا، وانا مش جاي عشان انتقد حد، انا جاي بتكلم في ان حتى اللي بيخطا يتعلم. صحيح. والناس اللي بتتفرج تبقى فاهمه، لان مفيش حد هيتكلم في التفاصيل. صحيح. وانا بشكرك يا ابراهيم جدا ان انا اديتني فرصه ان انا اجي النهارده واتكلم في الهايلايتس بتاعه الحراس المرمى، لان دي مهمه جدا. وشايف ان مفيش حد كان اتكلم، مساحه مفقوده في التحليل الكروي، مساحه مش متشافه، الناس بتحلل تحكيم وتحلل الكوره، انها ما بتحللش اداء حراس مرمى. ولذلك انا بقول لك انا مبسوط النهارده وان شاء الله باذن الله هنكررها كتير يا كابتن. انا عجباني جدا الفكره منك يا ابراهيم بصراحه، اولا ان انت سمحت لي بده، ثانيا ان انت عندك فكر كويس جدا، انت معاك ناس محللين هايلين، معاك ناس بتتكلم في كل حاجه، ودي ميزه ليك انت ان انت عندك فكر دايما ودايما متطور، ودايما الاهم من ده كله انك انت الضيف عندك بيستفاد، والضيف عندك بيجي مرتاح، ما بيبقاش عنده اي مشكله، وبيبقى مبسوط جدا وهو معاك. اتمنى الناس تكون اتبسطت وانت كمان، واتمنى ان شاء الله نبقى مع بعض دايما ان شاء الله. جدا جدا يا كابتن امير، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اروح للفاصل، شوفوا احنا انا امبارح واحنا بفسر الكلام اللي قاله قفش، قبل ما اروح للفاصل بس عشان مهم، قبل بفسر الكلام اللي قاله قفش، خدوا بالكم برضو انا يعني احنا بنعتمد على السمع يعني، فاحنا بنحاول نترجم الكلام اللي قاله قفش لحارس مرمى الانتاج الحربي، فاحنا ترجمناه على انه هو ايه، صدق وتؤمن بالله ومش هتاخد غير مش هتاخد النقطه خلاص. ده احنا ترجمناه كترجمنا امبارح كده، احنا بالسمع خدوا بالكم يعني برضو يعني فاعذرونا، فان كان السمع مش على القد، مهندس عادل القيعي قال ابراهيم ترجمها على ان هي كده. انا الحقيقه عشان اتاكد برضو اتكلمت مع قفشه، سالته انت قلت ايه يا عم، عشان احنا قلناها تصدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير النقطه، انت قلت ايه؟ ضحك هو قفشه زي السكر، انا بحبه جدا من الناس اللي انا بحبها يعني. فقال لي لا يا سيدي انا ما قلتش كده، انا قلت بالنص صدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير رزقك، فوجب التوضيح ووجب التعديل. وللبشمهندس عدلي انت صح فعلا، قفشه قال مش هتاخد غير رزقك، مش ما قالش مش هتاخد النقطه، قال له تصدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير رزقك، وجب التوضيح والتعديل. وتحياتنا للمهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم منيسي دايما متالقين. بعد الفاصل ما زلنا معكم في الاثنين العظيم وملوك التحليل. النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا عمر عبد الله واحمد عز، فعز وعمر في جمهور التالتة. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن امير. حبيبي ابراهيم، سي جدا.
شكرا. أجدد الترحيب بحضراتكم في فقرة ملوك التحليل الآن. عز وعمر في جمهور التالتة، فخلونا نرحب بنجومنا ملوك التحليل اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة، صاحب الرداء الأسود في الأسود كابتن أحمد عز. يا زيزو أهلا وسهلا بكم. مساء الفل، أخبارك يا عظيم؟ إحنا في سهرة كده. أمال إيه؟ يعني أيوه. أسود في أسود كتير، بس أنا بقيت ألبس كوتشي على الـ أوكي على ماشي ماشي. عمر عبد الله الجينيوس بتاعنا مشرفنا ومنورنا، العبقري عبقري جمهور التالتة وملك من ملوك التحليل، يا كابتن عمر مساء الورد. مساء الفل يا ابراهيم، اخبارك يا عظيم؟ زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. كله في ها داخل طيبه قوي، داخل دخله طيبه، وانا ما برتاحش للطيبه بتاعتك دي. لا ده انا طيب على طول والله، بستخدم وسائل اقناع رهيبه، بقى مقنع جدا خد بالك، والموضوع ده بقى خطر، وانا مش يعني ده تقلق من القصه دي. لا طيب. لا خالص. النهارده عندنا حديث فني ممتع، هنتكلم عن الاهلي والانتاج الحربي، وهنتكلم اكيد كمان على الماتشات اللي اتلعبت النهارده في بطوله الدوري، بس خلينا نبتدي الاهلي بالاول، بالاهلي والانتاج الحربي. زيزو اتفضل. طبعا التحدي الكبير قدام الاهلي كان في الفتره الاخيره ماتش البنك الاهلي وماتش الانتاج الحربي. أيوه. كان ان تقدر تقسم الفريق لقسمين. القسم الاولاني هو مجموعه من اللاعبين مرهقين تماما، والارهاق بيؤثر بشكل واضح وصريح في التركيز، في اتخاذ القرارات، في الضغط الجماعي على الخصم. والمجموعة الثانية هي المجموعة اللي مش مرهقة واللي جات دور عليها علشان تشيل مسؤولية الفريق في تلك المباريات. فدول التحديين الرئيسيين اللي كانوا عند الفريق. التحدي اللي أضافه بيتسو موسيماني في مباراة البنك الأهلي إنه ما يغيرش كتير برضو في الشكل بتاع الفريق لاستخدام بس المجموعة المتاحة. يحاول أن يجد حلولا أخرى علشان التغييرات الكتيرة أدت إلى فقدان نقطتين أمام البنك الأهلي. في الحقيقة ماتش الانتاج الحربي كان درس مهم للأهلي علشان يبتدوا اللعيبة زي ما اتفقنا النوعين ياخدوا بالهم، المرهق يبقى باين قوي قدام بيتسو موسيماني انه هو خلاص محتاج راح، واللي مش مرهق يبقى باين قوي قدام بيتسو موسيماني انه محتاج يكون افضل من كده. ما تيجي ننقل السؤال ده للناس، يعني يلا بينا. ده السؤال اللي احنا نحطه لحضراتكم دلوقتي على الهاشتاج بتاعنا عز وعمر في جمهور التالتة، نقول لهم من وجهة نظرهم مين اكتر لعيبة مرهقة شايفينهم حاسين انهم مرهقين في النادي الاهلي، ومين اللعيبة اللي المفروض تستغل الفرص اللي حصلت عليها. ده السؤال اللي احنا طرحينه لحضراتكم على الهاشتاج بتاعنا، لانه اللي بيتكلم فيه عز ده هو التحدي بالنسبة لبيتسو موسيماني. اتفضل عز كمل. طيب الارهاق ده بيبان في ايه؟ يعني لو تعالى ننقل الموضوع للتحليل بقى عمليا، الا لو عايز تسال عمر حاجه الاول مثلا. هسال عمر برضو رؤيته ايه بالزبط. طبعا في المجمل للقاء الاهلي والانتاج الحربي، وبعدين ارجع لك نتكلم في الشغل الفني. اتفضل يا عمر. لا هو اكيد عز حط ايده على المشكله، توالي المباريات، الضغط البدني، كمان انا بزياده عندي الضغط الذهني. لعيبه وصلت لقمه التركيز في دوري ابطال افريقيا، كان دايما اللعيبه خايفه ان هي تخسر، فكانت بتركز بنسبة 100% في كل المباريات.
طبيعي بعد ما بتحقق الفوز ده وبعد ما تخلص ال 100% بيحصل حاله خمول. هنا تجديد الدوافع الذهنيه بالنسبه لي بيبقى مهم جدا، وده اللي حصل يمكن في اول مباراه بعد ما رجعوا من 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 نهائي دوري ابطال افريقيا ومباراه البنك تقريبا، كانت المباراه ما تحسش ان الاهلي عايز يكسب فيها، عنده الحده ان هو يكسب فيها. مباراه الانتاج كانت برضو نفس الخطفه، بس قدروا في الاخر يوصلوا لحاله الفوران اللي هتخليهم يحققوا الثلاث نقاط. الاجهاد الذهني ما يقلش ابدا عن الاجهاد البدني. ممكن لعيب يبقى واقف على رجله بدنيا بس هو مش مركز، خلاص حاله التركيز خدت منه كتير، فما بقاش قادر ان هو يواصل ان هو 90 دقيقه كل 3 ايام يركز. فالموضوع ده هياخد شغل تاني من موسيماني في التجهيز النفسي، في التجهيز الذهني، تجديد الدوافع. وده بمناسبه المقارنه يعني اللي دايما حاليا ما بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه، دي كانت جزء من عبقريه مانويل جوزيه، تجديد الدوافع. ان دايما انت عندك جديد، دايما انت خلصت ده ابدا في ده، خلصت ده ابدا في ده. الدروب اللي بيحصل في النص ده بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب جدا. مباراه الانتاج ومباراه البنك الاهلي انا بشوف ان كان فيها ارهاق ذهني زائد الارهاق البدني اللي اكيد موجود نتيجه الحمل البدني الكتير والاستهلاك الكتير من اللعيبه، بجانب ان كان في شغل تكتيكي كمان جوه الملعب ادى للسيناريو اللي حصل في المباراه ده. نبقى نروح له مع الحالات ان شاء الله. زيزو اتفضل. احنا بنتكلم في ارهاق بدني عامل ازاي، لو بصيت على الدقايق اللي لعبها لعيبه الاهلي قياسا بباقي اللاعبين في الدوري، فانت كاس عالم للانديه وبعد كده دوري ابطال افريقيا مره اخرى لنهايه الادوار. لو سمعت الفيديو لايف اللي كان عامله اكرم توفيق مع زمايله في الاهلي بعد الماتش، اكرم توفيق كان بيقول لحسين الشحات جمله بتعبر عن حاله الارهاق اللي وصل لها اللعيبه. قال له انت اتصبت ازاي؟ انت سبت الملعب كله ورحت تضغط يا حسين، بيكلم حسين الشحات، رحت تضغط على الجول كيبر بتاعهم. فانت احنا كسبانين 3 رايح تعمل ايه هناك؟ على كايزر تشيفز. على كايزر تشيفز. فانت بتتكلم في ان حسين الشحات اتصاب وهو بيضغط على الجول كيبر والاهلي كسبان 3، بتضغط على الجول كيبر ليه؟ لانك بتلعب في نهائي، نهائي دوري ابطال افريقيا هيستنزف 100% من طاقتك. فلما ترجع بعد كده للدوري، في ناس كتير بسمعهم بيتكلموا عن ان لازم نتكلم مع اللعيبه ونقول لهم ما ينفعش نضيع فرص، لازم ما هو كده كده ده الطبيعي. هو مفيش مدرب بينزل يقول لعيبته ضيع فرص، ومفيش لاعب بيبقى بيضيع الفرصه طوعيه. واللعيبه بتاعه الاهلي لما هتتفرج على الماتشات بتاعه البنك الاهلي او الانتاج مش هتحس ان هم بيتفزلكوا، يعني مفيش لاعب بيترخى، مفيش لاعب وهو بيضيع الفرصه بيضيعها عشان عايز يجيب جول احلى. مش كره عرضيه المفروض تتلعب بالهيد عملها دبل كيك، مفيش ده، ما حصلش. حصل في ماتش بيراميدز مثلا التناقل الكرات بشكل فيه مبالغه، ده كان يصنف كده، انما في ماتش البنك الاهلي والانتاج لا، اللي حصل ارهاق. طيب الارهاق ده بيبان بالنسبه لي جدا في قرارات اللاعبين في بدايه المباراه، لان لما قرارات اللاعبين في بدايه المباراه ما تكونش سليمه، ده بيبقى معناها ان الفرقه او اللاعب تركيزه انخفض، بيدور على الحل السهل بدل ما ينشغل بانه يعمل الحل الصعب. تعالى نبتدي نتفرج على الحالات، وهي معلش هي هتبقى محتاجه شويه مجهود مننا. مجدي قفشه واحد من اهم لعيبه الكره المصريه، مظبوط؟ مجدي قفشه في العادي سهل جدا جاب محمد شريف كام جون من انه اخد باص في العمق من مجدي قفشه بالشكل ده لما ضرب الخط كتير. طيب فلما الكوره دي تبقى في واحد ضارب الخط ومستعد يستلم الكوره، يبقى سهل قوي انك تتخيل ان مجدي قفشه مرهق، علشان كده هو عمل الحل السهل، لف وقام داير وقام رايح على الوينج عند علي معلول. والانتاج الحربي كان جيد جدا في انه قافل للعمق تماما وسايبك تلعب على الطرفين. كل مره بقى لازم ستوب بقى هنا، بص الراجل اللي واقف جنب الحكم عمرو السولية بيقول له العبها لي فاضيه في ضهر. ليه بقى؟ لان راس الحربه نزل بقلب الدفاع وخرجه من بيته، فبقت في مساحه فاضيه. الكره في الاهلي سريعه جدا ومميزه في العمق، ولعيبه الاهلي من ايام رينيه فايلر ممتازين في قراءه المساحات بتاعه الملعب، انما احنا بنلعب على الوينج عشان ده السهل، عشان خاطر الوينج باينه فيه المساحه واسعه. فانا بلعب على الوينج بدل ما العب الحاجات اللي انا متعود العبها في العمق، العب الكره المضمونه بالظبط كده. وبالتالي ده بيبين كتير المشاكل اللي حصلت في ارض الملعب. في اللقطه دي كل اللعيبه بتاعه الاهلي، بس الكادر مش مبينها، كل لعيبه الاهلي بما فيهم مجدي قفشه، مجدي قفشه اهو واقف جنب الحكم باين معاك. مجدي قفشه في العمق سهل ياخد الباص من اليو ديانج، واليو ديانج في العادي هيطلع له الباص ده، بس اليو ديانج عمل ايه؟ راح على الوينج. الوينج سهل، الوينج سهل لان انت على اخر الملعب، بس مين اصلا بيهاجم مع محمد هاني على الوينج؟ مفيش. فبالتالي ماموريه الانتاج بقت سهله مره تانية. هنا بقى كهربا دخل القلب، سايب الجناح اليمين ودخل للقلب، ومجدي قفشه هنا في القلب.
مروان محسن المفروض واقف في المساحه الفاضيه دي عشان ياخد الباص الطويل. لا احنا هنروح على الوينج، الوينج اللي فيه مين؟ علي معلول بس، لان جونيور اجاي اصلا طاير ومتحول لمهاجم تاني. طب علي معلول هيعمل ايه؟ هيعمل ايه لوحده؟ مش هيعمل حاجه بالظبط كده. فيبقى احنا ضيعنا فرصه طويله جدا في بدايه المباراه بنفس الفكر وبنفس الطريقه دي. والمره الوحيده اللي ضربنا فيها القصه دي جينا بقى للمرحله رقم 2، اللعيبه اللي مرتاحه بس مش فورمه، لا جاي وكهربا وكهربا، فاحنا ومروان محسن بكل تاكيد. فانت بتتكلم على ان في الفئه الاولى كانت مرهقه جدا باين في قراراتها، والفئه الثانيه محتاجه تكون تركيزها اعلى من كده ومدركه ان دي فرصه لا تضيع، لان عندنا لقطات كتير لمروان. بالنسبه لي انا عارف امكانيات مروان كويس، عارف ان مروان قوي مقاتل ما بيهزرش بس، وعنده بطء مفهوم الاربع حاجات دول ماشي. بس انه مش مركز دي بالنسبه لي اللي كانت تستحق الكلام عليها، وهتبان في الحالات بعد ما نتكلم برضو مع عمر. اتفضل يا عمر، الحالات بتاعتك. بجانب اللي قاله عز والارهاق والبطء في اتخاذ القرار، الاهلي كان عنده مشكله في صناعه اللعب في الشوط الاولاني، اتحسنت الى حد ما في الشوط الثاني بخلق بعض الفرص، لكن في الشوط الاولاني كان الموضوع صعب جدا، لان بجانب الارهاق ده عندنا شقين، شق لا نغفله للانتاج الحربي، كابتن احمد كشري لاعب على النادي الاهلي، لان معروف ان النادي الاهلي عنده الاثنين قلبين الدفاع بيجيدوا التمرير، ومن اهم استراتيجيات، مش عايزين نقول اسلحه لانهم في الجانب الدفاعي يعني، بس من اهم استراتيجيات موسيماني بالخروج بالكره. تعال نشوف الحالات بتاعه ضغط الانتاج الحربي، او على الاقل غلق زوايا التمرير بتاعه الانتاج الحربي اللي اتلعبت طوال الشوط الاولاني. دايما هتلاقي في اثنين موجودين قافلين على، بص على طول، واحد رايح على بدر بنون والتاني قافل على ايمن اشرف على طول، فيجبروا ان علي لطفي يستلم، الاثنين واقفين ثابتين، تتلعب الطويله الناحيه الثانيه او تتلعب على جنب من الجناب، فتصبح الامور اكثر صعوبه من بناء اللعب. نفس القصه هتلاقيها برضو في الكره اللي بعديها، حالات بتكرر، بص على طول، واحد ضاغط على بدر بنون، الثاني بيقفل على ايمن اشرف، الاثنين عايزه يبدا من مرحله متاخره، عايزه ياكل نص الفرقه مثلا او تلت الفرقه، فيروح طالع على جنب من الجنبين، قافل له الاثنين على طول، قافل له الاثنين اللي بيبداوا من تحت، سواء كان ايمن اشرف او بدر بنون، تاني اهو على طول. أي. على طول، واحد ضغط على ده وواحد ضغط على ده، فتضطر تبدا من نص الملعب او من تلت الملعب الوسطاني وتلعب الطويله اللي ما تبقاش، بص على طول في الزحمه. امر له علاقه بالتكتيك بتاع الانتاج الحربي نفسه. بالتاكيد بالتاكيد. كشري كان مذاكر كويس. بالتاكيد. وخالد جلال بصراحه في ماتش البنك الاهلي. وخالد جلال كان مذاكر كويس. طبيعي. عندنا مدربين يا جماعه، اسف للمقاطعه. طبعا. عمر بس انا عارف انه احنا بنتكلم في نفس السياق، بقى عندنا مدربين يا جماعه. طبعا طبعا. يعني ما بقاش زي مش فهلاوه لا، بقى في ناس دلوقتي تفكر بيقرا الخصم وبيحاول على قدر امكانيات فرقته وعلى قد امكانيات فرقته صحيح يعمل حاجه. اتفضل يا عمر. فكان دايما الحالات اللي معانا دايما الانتاج مثبت اتنين، مش شرط يضغطوا الضغط العالي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو يروح ويحلق، لا هو مش عايز يحلق، مش عايز ياخد الكوره، بس انتوا الاثنين اوت اوف بوزيشن، سلموا للي ورايا، اللي ورايا مساحته ازحم شويه، يا اما هتنزل واحد من نص الملعب زي ديانج ما عمل مثلا، او زي عمرو السوليه ما عمل، ويبدا يلعب الطويل، فتبدا زحمه القرارات اللي اتكلم عليها عز، لكن انت مش هتبدا من هنا. فانا باخد منك اول سلاح عندك او اول حاجه في استراتيجيتك، فكانت دايما اللخبطه دي بتاعه الاهلي. الجزء الثاني اللي حصل في وخلى صناعه اللعب صعبه، ان الاهلي بيصنع اللعب على الاثنين اللي ورا ويبدا بيهم وقفشه في قلب الملعب. تواجد اجاي وتواجد كهربا، هم اتنين بيحبوا ان هم يخشوا في العمق قوي جوه ال 18، ما خلاهمش جناحين صراحه، فالملعب كان كنز، كان كله في قلب الملعب، فكان بيضطر قفشه هو اللي يخرج هنا او هنا، فالاهلي بتقل خطوره صناعه اللعب. تعال نشوف الحالات اللي اجبر فيها قفشه، ان هو بص تاني نفس القصه هنا، اجبر فيها قفشه فين؟ على الطرف. مين اللي جوه هنا؟ اجاي في مكان قلب الدفاع، قلب الهجوم، ومين اللي في ظهره؟ مروان محسن، واللي في ظهره كهربا، مفيش اجنحه. الثلاثه في نفس القصه، وبتبدا هنا كهربا، مين اللي في قلب الملعب؟ ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده، كهربا اللي بيرقص شوت، مين هنا؟ مجدي قفشه. مفيش صناعه لعب، الجناح بقى مهاجم وصانع الالعاب بقى جناح. فالفريق حصل فيه بص لخبطه في ميكانيزم الاداء، ما عندكش حد بيبدا، فبقيت انت هنا كابتن كشري مقفل لك الحته بتاعت خط الظهر اللي انت بتبدا بيها من جوه، وانت مقفل على نفسك بتحركات اللعيبه. بص مين الاثنين اللي جوه ال 18؟ كهربا وجاي، الجناحين، ومروان هو اللي بره، وقفشه هو اللي بره. يعني صحيح كتير صحيح. بص مين هنا؟ صحيح. نفس الكره اللي اتشاطت، ملحوظه هايله، ملحوظه هايله يا عمر. كهربا في السماء، وقفشه انا عايز ارجع الشوطه اللي فاتت دي لانها شبه الكره اللي قبليها. بالظبط، استلم هنا كهرباء، نفس القصه في قلب الملعب، مين اللي على ناحيه الجناح اليمين؟ قفشه برضه، قفشه بيقول له العب العب، وسهل على فكره، وسهل ان انت تلعب، بس
مين اللي جوه؟ اختيار التسديد التسديد في الساعه كان غريب من كهربا. فبالتالي دايما هتلاقي ال- 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 الكره الوحيده بقى ثانيه واحده بقى دي الكره الوحيده ده حتى مش جايبها بالتايم لاين جايبها لوحدها الكره الوحيده اللي اتحرك فيها كهربا تحرك الجناح الطبيعي. بص من عمرو السليه اللونج باص كهربا حطها في العرض دي الكره الوحيده اللي خد فيها مركز الجناح الطبيعي. ايوه لكن طول الشوط الاولاني الاهلي محروم من حاجتين محروم من قفشه عشان تحركات لعيبته كانت غلط كهربا على طول هو واجاييه في القلب فكان زين الملعب ولا مديني الفرصه لمروان انه يتحرك ولا مديني الفرصه لقفشه. طب ليه بتقول ان التحركات دي غلط رغم ان انتوا قلتوا ان الاهلي دايما جناحاته بتخش جوه؟ حلو قوي القصه. لا ما انتوا ما تشتغلونيش. لا 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 خالص خالص. ما انا ممكن اسلفكوا دماغي. لا 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 وانت خليك معايا عز برضه. لا الموضوع سهل يعني منطقي جدا. لان انتوا طول الوقت تقولوا لي الاهلي فيه ميزه. انتوا كنتوا بتقولوا كده الاهلي فيه ميزه انه جناحاته بتخش في اي وقت تتحول للعمق وكنتوا بتتكلموا عن قد ايه انه ده مهم بالنسبه للنادي. دلوقتي انتوا بتقولوا لي انه لا انه التحول ده تحركات غلط. افهمها. لا. التحرك الغلط كان في مش في المجمل التحرك الجناح اللي جوه غلط. لا التحركات الاجنحه هنا مع خروج قفشه على الطرف هو ده اللي عمل الدربكه لانك حرمت نفسك من صناعه الالعاب بجانب ان لازم لما الجناحين يخشوا الباكين يطيروا ماشي عشان تستغل المساحه اللي الجناحين دخلوا بيهم لجوه فضوها ده ما حصلش. فكان مين اللي بيملى المساحه اللي فاضيه دي؟ قفشه بس. فهي الغلطه مش في ان الجناحين يخشوا هي التحركات الخطا مركبه في المباراه دي تحديدا. ان انت كان كهربا بيخش مهاجم كان اشيه بيخش مهاجم ما كانش هاني بيروح للخط للنهايه حتى الهدف الثالث على فكره الاهلي علي معلول ما راحش للخط النهايه هو لاعب من تلتين ملعب ده هو علي معلول كل الكروسات تلتين ملعب. خدت بالي في الفقره مع كابتن امير عبد الحميد برده كمان كلها من بدري اغلب الكروسات من بدري بس. فبالتالي الاهلي خسر صناعه اللعب في الشوط الاولاني عشان خاطر الضغط اللي كان او التمركز اللي كان عامله كابتن كشري في ان انت ما بتبداش من تحت بشكل كويس زائد شويه اللخبطه اللي كانت في تحركات الهجوم. طيب فكان عظيم. دايما اجاي وكهربا في النص وقفشه هو اللي بياخد الطرفين فالاهلي خسر صناعه اللعب في عمق الملعب. خلونا نشوف برضو الناس بتقول ايه في تعليقاتها على الهاشتاج بتاعنا عز وعمر في جمهور الثالثه. والسؤال كان واضح وصريح مين اللعيبه المجهده من وجهه نظركم وده اخذناه من سياق التحليل الفني بتاعنا النهارده ومين اللعيبه اللي لازم تحافظ على فرصها. مصطفى مراد بيقول هو ممكن نشوف محمد محمود مع محمد مجدي قفشه وكريم ندفد يكون ظهير ايمن او وسط ملعب. قول يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يتم شفاءهم على خير. سعد بيقول اكتر اللعيبه المجهده شريف وبدر السليه. وهنا ممكن سؤال في غياب السليه بنواجه مشكله في الخروج بالكوره مين يعوض في الدوري المصري وهل محمد محمود قادر على العوده اللي عارفينه من زمان. ليان او ليان بتقول مساء الفل يا سلطان عز وعمر ملوك التحليل. بتقول من وجهه نظرها بدر بنون وقفشه وعمر السليه ومحمد شريف مراهقين سعد سمير ورامي ربيعه ووحيد واجاي وكهربا ياسر ابراهيم لازم يستغلوا الفرصه. تقول ان هي اهلاويه وتفتخر بيه. وبيقول ممكن تسال عز رايه ايه انه موسيماني لعب محمود وحيد باك شمال ومعلول وينج تاني ولا يلعب شريف زائد بواليا. اسال السؤال من الاول. لا انا لا مركز طبعا ماشي. انا بس بجمع الاجابه التركيبة. يعني علي معلول من اللعيبة اللي بتحب تيجي وشها للجول مش اللاعب اللي بيلعب بظهره ويقف بين الخطوط يستلم الكرة ويسلم الجناح. هو سرعته السبرنت الأولاني اللي بيعمله ده هو المكسب الرئيسي بتاعه. فالجناح اللي بيلعب بجونيور أجايه ده بيقف على الكرة بيلعب بظهره للجول مش علي معلول. فدي ما اعتقدش ان هي تبقى انسب حاجة وما اعتقدش ان هي تاهت عن المدربين اللي عدوا على الاهلي كتير في السنين اللي فاتت وكان عندهم مشكلة. هي حاجة الجناح. شوية مع الفارق طبعا شوية شبه استغلال مارسيلو كجناح. هو ميزته كباك هجومي انه بيجي من تحت. مارسيلو حسين السيد ولا مارسيلو؟ لا مارسيلو يعني انا بقول شبه شويه. مارسيلو 2021 ولا مارسيلو 2017؟ لا 2016 2017 كان قيمه مارسيلو في انه بيجي من تحت عشان دلوقتي قيمه مارسيلو ولا من تحت ولا من فوق. هو عارف مطاعم حلوه في مدريد يعني. بيشوي 24 ساعه. ما شاء الله. هو كان عبد الجليل قال لك بقى مربع. هو مربع. فهي كانت حاجه شويه شبهها. لازم يجيب وشه لكن هتسلمه من الثبات هتبقى صعبه لان هو مش اللعيب الدريبلر اللي يحل لك واحد على واحد او واحد على اثنين يعني. محمد خالد قال لك الفريق كله مرهق وكفايه بقى ممرات شرفيه بالله عليكم. حسام داوود قال بالله عليك قول اسم ابني عشان بيتفرج عليك ونفسه يسمع اسمه في البرنامج. اسر حسام ادينا قلنا اهو اسر حسام.
عبد الباسط بيقول بنون لازم يريح وياسر ابراهيم ياخد مكانه وكهربا لازم يثبت نفسه بس بالعقل من غير ما يفرك في كل حته في الملعب، وبواليا كمان لازم يبتدي مع شريف. هاني ادريس بيقول سؤال مشترك لعمر وعز، مين بديل حسين الشحات كجناح يمين ومين بديل قفشه مع العلم ان موسيماني غير مقتنع بنصر ماهر؟ يلا الجزء الاولاني بتاع قفشه، مين بديل قفشه؟ في بديل القفشه في الاهلي جوه الفرقه؟ لا صعب، مفيش. لا صعب. السؤال الثاني مين بديل حسين الشحات كجناح؟ طاهر. طاهر بس هي الفكره ان الاثنين ما كانوش متاحين، حسين رجع اهو، فحاجه كويسه، والاهلي كده ولا كده وبيدور على جناح يمين لانه في امس الاحتياج لجناح يمين. دي حقيقه فعلا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، ما تنسوش الهاشتاج بتاعنا عز عمر في جمهور الثالثه، بعد ما نرجع برضه نقرا شويه. نستكمل معكم التحليل الفني مع ملوك التحليل الاهلي والانتاج الحربي والحالات، كنا عند عز، اتفضل يا زيزو. طيب ممكن نخش في الفايل الثالث الحالات الدفاعيه مباشره علشان خاطر ناخد فكره برضو عن المشكله الرئيسيه اللي بتتسبب حاليا في ان الاهلي يستقبل فرصا من الخصوم. يلا. فاحنا مشكلتنا في الحالات الدفاعيه في الوقت الحالي هي الضغط على الخصم، جوده الضغط على الخصم. دي كوره هاني عمل فيها فاول، قتل الهجمه من منشأها. بص بقى على التصرف خلاص، لا خلاص تمام الموضوع واضح. فخلينا بقى نشوف باقي التفاصيل بتاعه الماتش، وكل مره كان الاهلي ازاي ستوب هنا. مروان محسن اتضرب عادي جدا، ادي اول لاعب مش معانا في الوقفه في الملعب فاتضرب الكوره بتاعته، فوصلنا لوسط الملعب. هي مشكله الفرق الكبيره ان هي بتضطر تدافع بخطوط متقدمه. بص المسافه بين خط الظهر وخط الوسط كبيره ازاي. مش طبيعي وانت بتهاجم عشان انت مستعجل تنسى الاساسيات بتاعتك. قلب الدفاع خرج من بيته لازم ياخد الكوره، ما بقاش ينفع ما ياخدهاش. كهربا ما ينفعش يبقى سرحان وسايب الراجل اللي استلم الكوره ويخلي ديانج هو اللي ياخد المسؤوليه مره تانية. فانت بتتكلم في ان المسؤوليات هنا ستوب، هتلاقي المسافه كبيره مره تانية بين الخطوط كلها بتاعه الاهلي، ده مش المعتاد بتاع الاهلي. كهربا استلم الكوره غلط، بس كان المفروض يبقى علي معلول في ظهره، وتاخر او الفكره بتاعه ان الخطين بعاد عن بعض ادت مساحه بالعرض كبيره جدا للعيبه الانتاج الحربي ان هي تتحرك. فالموضوع ده كان باين جدا انه في جزء ارهاق وجزء لازم اللعيبه تبتدي تنادي على بعض تاني وتتكلم مع بعض تاني. احنا ما خلصناش الموسم، احنا خلصنا بطوله واحده، ما خلصناش الموسم كله. ده كهربا هو اللي كان موجود في الحته دي، وعمرو السوليه اللي ما راحش يدعم أليو ديانج في الهجمة اللي فاتت. معلش لو عدنا بقى الهجمة دي مرة تانية. الهجمة دي ماشي، تعالى نشرح دي مرة تانية علشان تبقى أوضح بالنسبة للناس. احنا هنا ما ضغطناش، احنا هنا حلقنا، مظبوط؟ احنا هنا ما ضغطناش، قلب الدفاع جاي متأخر مش مركز في الجزء بتاعه. محمد هاني حلق ما ضغطش، عمرو السولية ماسك المان الغلط، فانت وادر بنون ترقص من بدري وما حاولش بالزبط. خلاص فانت ما حاولش تماما وهو راجع بالظبط. طيب انا بصراحه دي معلش رجعها كده، دي من اغرب، انا لسه واخد بالي منها دلوقتي على فكره، من اغرب الحاجات معايا في حاله لوحدها والله. طب خلاص عشان ما احرقها. لا 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 لا, لا 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 عشان هي فيها من اغرب كتير الحالات يعني. اللي اشوف فيها حاله بدر بنون نفسه، بص يعني كل ده ماشي، بص هو برده تعبان تحس انه تعبان مرق، بص خلاص هي لقطه الياس دي، بص وقف خلاص حط دماغه في الارض وما حاولش، فقد الاهلي مكان لا كمل مع اللعيبه ولا كمل جوه. دي كانت لا هو فعلا يعني في الحاله الهجوميه للانتاج عندنا كام حاله منها اللقطه دي، منها ان ان ازاي اصلا الانتاج بيعرف يفرغ مساحه، ودي حاجه تحسب له، زائد ان بدر عمل كل حاجه غلط. عمل كل حاجه غلط، ما يشيلهاش لوحده بصراحه. لا دي حقيقه، بس اللي مش مرهق المفروض يكون يعني واقف فيها اكتر من كده، ومحمد هاني اللي مفترض ان هو مش مرهق قوي. بس خد بالك هاني برضو رجع من اصابه بس 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 احنا بنتكلم على مساحه جري صغيره يعني، قصدي ما فيهاش اكتر من تركيز. واعتقد ان هو مش منهك ذهنيا، هو منهك بسبب ان هو ما لعبش كتير، ما عندوش فورمه الماتشات، بس مش دي. يعني كانت فيها مسؤوليات مشتركه. كمل حالتك. فيها مسؤوليات مشتركه. طيب الهجمه دي بقى من اولها انت بتتكلم في ان الاهلي هو بيهاجم كان عنده نقطه فيها صربعه واضحه جدا، واتكلم فيها سيد عبد الحفيظ من على الخط في اللقطه اللي وراها، انك بتهاجم باتنين بس، بتعمل الدبل باس بين اتنين بس. الاهلي ما عندوش صبر انه يعمل ثلاثه يقدروا يفرغوا الاتنين بتوع الانتاج عشان يعملوا موقف ثلاثه على اتنين. هنا عمرو السوليه باع نفسه،
البيعه دي هو ما قصرش، هو موت نفسه بس ما قصرش. بس الفكره بقى فين؟ انك انت هنا لو ترقصت زي بالظبط كابتن امير عبد الحميد هو بيشرح لك الموضوع بتاع علي لطفي، هي تفصيله صغيره، الناس كلها مسكت في بدر بنون، وبدر بنون عنده سرعه ويقدر كان يتصرف بشكل احسن من كده، بس الهجمه من منشاها زي ما كابتن امير عبد الحميد اتكلم عن الهجمه في اخرها ان كان ممكن علي لطفي يساعدك. لا كمان عمرو السوليه مش الطبيعي انك وانت بتلعب هاي ريسك بكل اللعيبه اللي بتتضرب بخطوه واحده دي انك تتراوغ، انت يترحل يتخش تقطعها. انما لما اتفتحت المساحه دي كلها بقت سهله جدا انك تخش سبق سرعه على بدر بنون. صحيح. بس فدي كانت مشاكل كبيره موجوده عند الاهلي في الحاله الدفاعيه. الفيديو اللي بعده معلش يا عمر هروح بقى بس عشان رابط الحاجتين ببعض بسرعة. ان التحسن اللي حصل للاهلي كان مرتبط بان هديو شويه في قصه اللعب الطويل، ايمن اشرف لعب الكره الطوليه دي، فاتكلم سيد عبد الحفيظ مع الخط لان في تسرع كبير مبوظ اللعب بتاع الاهلي، واول ما ابتدى يتكلم مع اللعيبه في ان نهدى نلعب اللعب على الارض ما تلعبش كره طويله وخلاص، اتحسنت كتير الجوده بتاعه الكوره، اللعيبه زي كان كانت محتاجه بس حد ينادي عليها يقول لها يا جماعه متصربعين على ايه يعني. فلا ممكن تشغل الفيديو بسرعته. الهجمه التاليه مباشره اللي موجوده كان فيها ميزه كويسه جدا باينه ان الاهلي لعب على ثلاثه عكس الهجمه الاولانيه. بص 1 3 اللي هو الطبيعي بتاعنا ان واحد اتنين تلاته هيضربوا الاتنين اللي بيدافعوا من الانتاج، هي المساله كلها زياده عدديه إيه؟ يعني طبيعي ايه؟ 1 3 لا انت قلت بالطبيعي بتاعنا نادي معناها ايوه نا احنا طبعا انا اهلاوي زي ما انت طلعتني في الحلقه بتاعت الزمالك وانا بقول بتاعنا زملكاوي في الحلقه اللي قبلها، فمش هنخلص مش هنخلص. انا بسال سؤال، انت قلت زي الطبيعي بتاعنا، طيب ما انا قلت انا مقهور على رزاق السيف فقلت لي انت زملكاوي، دلوقتي بقول الطبيعي بتاع انا بتكلم في تحليل، ببقى عايز الفرقه اللي بتلعب تعمل الصح لا اكتر ولا اقل، سواء اهلي بقى زمالك انتاج الطبيعي يعني. نادي عايدة على ايه عشان ما تقعدش النهوبص ما ورا بعض كتير؟ على الفريق اللي بيهاجم بس كده. بس كده اوكي انا هعديها لك. بس انا هرشك كل حلقة بقى عن طيب انت خلاص خلصت حالات لان انا عمر خلينا نروح لعمر اخوك بقى اخوك اتفضل يا عمر. طيب انا عندي حاجتين في 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 المباراه دي هما اللي باقيين معايا، واحده عن الانتاج الحربي وكنا بنتكلم عنها، واحده عن الاهلي. تعال نشوف دي الاهلي عمل ايه بعد تغيير الشوط الثاني بنزول حسين الشحات مكان اجاهي، فتح الملعب ونقطه مهمه جدا هنشوفها كمان في لقطه تغيير محمد شهين. يلا. اصرار موسيماني ان قفشه هيبقى في القلب، خلاص ما تروحليش تطرف تاني لان الشوط الاولاني كنا بنعاني. تعال نشوف بقى، لا نشوف الهجمات الاول، نشوف الهجمات العاديه بتاعتنا اللي هي بعد الكره بتتلعب هنا. بص هنا قفشه لما بقى في نص الملعب وحسين خد الطرف عادي جدا خلاص سهل. معلش انا اسف بس عشان ما انا تقريبا هو حسين ما كانش كهربا، انا اسف في الدفاع في الحاله دي. فده بص نفس القصه، خلاص هنا كهربا بقى طرف عادي ما بتلعبش في العمق، مين في النص؟ قفشه. اتفتحت المساحه هنا تاني نفس اللي قبليها. أيوة لما اتفتحت. أيوة. اتخلقت المساحه لحسين الشحات، اتعدل الملعب، بدا قفش على طول. بص قفش على طول في قلب الملعب بقى في مكانه. فبدا الاهلي يبان كفريق بيعرف بص قفش فين وحسين الشحات قطع له فين. أيوة. خد الناس لبره، ما بقاش في التكدس بتاع الشوط الاولاني. نفس القصه، قفش موجود في قلب الملعب، حسين الشحات هناك على الطرف، الملعب اتفتح، بدا الاهلي يبقى له ملامح الى حد ما هجوميه. حتى لما حصل التغيير بتاع محمد شريف، نشوف بقى لقطه التغيير بتاعت محمد شريف. انا وانا بتفرج توقعت ان كهربا محمد كهربا هيبقى جناح وقفشه جناح وشريف ومروان محسن زي ما حصل في مباراه فيتا كلاب 4 4 2 صريحه. لا موسيماني لا، قفشه لسه في قلب الملعب. تعال نشوف اول كره ودي اخر لقطه معانا، قفشه في نص الملعب بيلعب ب 4 2 1 3 في قلب الهجوم، 3 جوه ال 18 وقفشه لسه في قلب الملعب. تعال نشوف الهجمه بسرعتها العاديه، نشوف لا عايز اللقطه بتاعت قبل دي يا جماعه، بقيت التكمله بتاعت التغيير، التكمله بتاعت لقطه التغيير. اللقطه اللي بعديها مباشره في اهي، بص الكره بتتلعب، قفشه فين؟ واحد وثلاثه في قلب الهجوم، مفيش جناح خلاص، قفشه لوحده، هم اتنين في قلب الملعب، وقفشه صانع العاب قدامه ثلاثه، والاثنين الباكين الطايرين، ده اللي كنت بقول لك في الشوط الاولاني، هيبقى علي معلول وحسين الشحات. هو لكن واي كانهم جناحات، واي كانهم بالظبط. فهيلعب باثنين ثابتين، هيطير علي معلول وحسين الشحات
وعلي معلول حسين شحاته يمين وشمال وقفشه ورا الثلاثه. فما فيش حته ان قفشه ياخد جناح دي، مش 4 4 2 لا، مش عايزك، لان انت في الشوط الاولاني كان عندي مشكله، فانت وحدك تحت الثلاثه الفراوده والجناحين الطايرين. فبدا الاهلي يبقى له الخطوره دي. وبالمناسبه يعني التعبير كبس الهجوم ده هو الاصفر عن الهدفين. الزحمه اللي حصل جوه ال 18 اصفرت عن هدفين سريعا الانتاج الحربي في, في, في نص دقيقه. تعال نشوف تفريغ المساحه بتاع بنون في الهدف اللي احنا شفناه. انا بالنسبه لي طالما نفس اللي عز قال، طالما خرجت اخطف. طب انت هنا وقفت، مين الراجل اللي هيعمل خطوره غير اللي هيجيب الجون؟ الراجل ده اللي على بوز ال 18 المفروض بدر يرد على ده، حتى لو مش هيقطع مع الراجل، يا يبقى في ظهر ديانج اللي هيترقص لازم ياخد السبرنت ما يقفش يتفرج كده، هو يا اما هيرجع يقفل الراجل اللي الكره ممكن تتلعب له لبره. فبالتالي تفريغ المساحه ويعني شويه تعب بدر بنون او لا مبالاه في هجمه زي دي اصفرت عن الهدف ده. الهدف الثاني، بص الجون ده الهجمه دي اتلعبت وعمرو السوليه اترقص وكره جون واتكلمنا عليها كتير. انا عايز اشوف اخر لقطه معانا في الفيديو ده يا جماعه عشان من مباراه بيراميدز، عشان لازم حتى لو انا الاهلي، لا اللي بعديها اللي بعديها، حتى لو انا الاهلي لازم اقرا الفرقه اللي قدامي. الكره دي مش صدفه، نفس اللي حصل في هدف. لا بص بالظبط، ارجع بقى تاني ثانيه واحده ارجع بس. الكره نفس اللي حصل، اتخطفت من بيراميدز بالظبط، اتخطفت من الاهلي، عمرو السوليه اترقص اتلعبت، هنا اتخطفت من بيراميدز، عمر جابر ما ضغطش، نفس الهجمه هي فما بين قلبين الدفاع. هنا حميد ماو تقريبا ضيع الفرصه، لكن انفراد من نص الملعب. صحيح. نفس هجمه الاهلي. فبالتالي مش عشان هو الانتقال، لا عنده كوره وعنده جمله المفروض ان انت تذاكرها وتقفلها وتقراها عشان تقفلها. طالما عندي ديفندر او لاعب وسط هيقابل لازم يجيب الكوره، عشان الناس دي بتعرف تعمل دي، مش صحيح. لما يعديك هيتهته، لا هو عارف، هو حافظ، هيحط على طول ما بين قلبين الدفاع للعيب وراح هو جول. نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الاولمبي اللي هيواجه استراليا في الجوله الاخيره واللقطه الاخيره، اما انه يكمل او انه ياخد الطياره ويرجع. فاصل ونرجع نكمل كمان. ما عندناش غير فرصة واحدة بس ان احنا نكسب استراليا، وندعي ربنا ان شاء الله باذن الله انه اسبانيا تكسب هي كمان ماتشها عشان الدنيا تخلص وما نقعدش نلجأ بقى لحسبة بيرم. نكسب استراليا ازاي في ضوء المباراة اللي احنا عملناها قدام الارجنتين؟ استراليا فنيا اقل من اسبانيا والارجنتين، فنيا تكنيكال في الملعب وهم بيلعبوا، لكن هم بدنيا اقوياء جدا وقدروا ان هم يتغلبوا على الارجنتين بالقوة البدنية. احنا عندنا مشكله بالمناسبه في الشغل البدني، لان الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب معقده شويه، عايز كله يدافع وفي لحظه 3 4 يهاجموا، فالثلاثة 4 دول اوريدي في المنظومه الدفاعيه. ومعانا اللقطه الشهيره في مباراه الارجنتين انفراد رمضان صبحي. رمضان شال كتير قوي بصراحه في الهجمه دي، فانا همشي ضد التيار بصراحه، لان انا ما بشوفش ان رمضان غلط قوي. يعني تعال نشوف الهجمه اصلا كانت مع الارجنتين، والجزء اللي هناك ده فاضي خالص، فالكره بتبدا تتمرر من لاعب الارجنتين، بيبدا يظهر رمضان صبحي هنا في الصوره، وبيبدا يقوم بدوره الدفاعي الموكل ليه في منظومه المنتخب الاولمبي اللي بتعتمد في الاساس على الدفاع. بيضغط رمضان وبياخد هو الكوره وبيسلمها، هو اللي خطف الكوره وبيسلمها لاحمد حجازي، بتتلعب الكوره الطويله لاحمد ياسر ريان. هنا بدا مين يجي؟ رمضان صبحي نفسه هو اللي خاطف الكوره هناك، هو اللي بدا يجي عشان يستلمها صلاح محسن ويمررها لرمضان في انفراد تام. رمضان قطع المسافه دي، لو بصينا بقى على التايمر اللي فوق ده قطعها في حوالي 14 ثانيه. ف 14 ثانيه سبرنت من منطقه الجزاء لمنطقه الجزاء خده من جهده البدني هو بينفس، عشان كده الكره طلعت ضعيفه. فرمضان اختار الضيقه لانه ما كانش قادر يشوط في البعيده. قرار انه اختار الضيقه عشان هو نفسه خلاص. هنا بص هي دي اللقطه دي، البعيده فدان حط في البعيده، بس دي عايز تركيز، عايز عشان كده دايما الناس بتيجي تتكلم على كريستيانو رونالدو يقول لك الجون سهل، لا بص على ال 30 40 50 يارده اللي خدهم ووصل بنفس قوه تركيزه هنا. دي نقطه صعبه جدا. فالشغل البدني بتاعنا هو او الشغل الفني اللي بيحتاجه الكابتن شوقي غريب او القدرات الفنيه اللي بتحتاج قدرات بدنيه عاليه قوي عشان تقدر توصل لهنا. الحارس برده كمان زي ما عظيم بيقول لي مرتكز على رجليه الشمال، يعني هي بالنسبه له لو راحت في البعيده جول على طول. على طول. بس هو اختار الضيقه عشان ما كانش قادر ان هو يعزم ويحط في البعيده. ماشي. ده تخيلي يعني. عشان كده الصوره اللي معانا بتاعت اكرم توفيق هنلاقي ان بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اكتر لاعب
عندنا بيؤدي هو اكتر لاعب عنده قدرات بدنيه. ده اكرم توفيق هو افضل لاعب في المباراه ما بين ال 22 لاعب كلهم. كلهم دقه الباص بتاعه 89%. دخل دخل في صراعات ثنائيه 12 كسب 9 وعلى الارض 11 كسب 8. طلع التحام واحد هوائي كسبه. لعب 90 دقيقه الريت بتاعه 7.5. فاللي بعديه فوكاندو مدينا ده صاحب الهدف فريته عالي عشان الهدف. فالشغل البدني بتاع المنتخب مصر او الشغل الفني محتاج قدرات بدنيه. نتمنى ان هي تجاري منتخب استراليا. هنكسب استراليا ازاي برضو؟ ده نفس السؤال واخر سؤال عشان وقتنا خلص. ان شاء الله. المهم ان احنا نفتكر واحنا بنلعب ثلاثه ليه ورا. احنا بنلعب ثلاثه ورا علشان خاطر القلبين الدفاع يهاجموا اكتر. احنا ما عملناش كده. بنلعب بثلاثة ورا علشان خاطر نطير الظاهرين. ما عملناش كده. فاحنا لازم نفتكر احنا بنلعب ثلاثة ورا ليه. لان احنا ببساطة انت بتلعب ثلاثة ورا عشان تحمي المجموعة اللي كانت تحت 23 سنة كاس الامم الافريقية. انت معاك اتنين من احسن مدافعين مصر. فما كانش في داعي نلعب بثلاثة ورا لو مش هنستخدم الثلاثة ورا. دي بس الحاجة الوحيدة اللي اتمنى ان هي تحصل في ماتش استراليا ونقدر باذن الله نعديه وربنا يكرمنا بعد كده ان شاء الله باذن الله. زيزو بشكرك شكرا جزيلا يا المتألق العظيم. شكرا ليك وتحية كبيرة جدا على الفقرة بتاعت حراس المرمى مع كابتن امير عبد الحميد. حلوة جدا والله. انا استمتعت جدا 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 وما كنتش واخد بالي خالص طبعا لان احنا ما حدش اتكلم معانا قبل كده عن الحراس فيما يخص اللقطة بتاعت الجول اللي فيها علي لطفي. ده شيء عظيم جدا جدا. يا رب دايما مع بعض كده نتألق كلنا. العبقري كابتن عمر بشكرك يا عمر شكرا جزيلا. دايما متألق ودايما اضافه لينا كبيره جدا جدا. بشكرك يا عمر شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر كل فريق العمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.